مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله جميعا، وأهلا بكم في المحاضرة المجانية الثانية. وزي ما قلنا إنه المحاضرات دي تعتبر جزء من المنهج، بالأخص جزء من سكشن A، لأنها هي بتشكل الأساس بالنسبة للمحاسبين، الأساس اللي بيبنوا عليه شغلهم كله، يعني بدءا من تجميع المعلومات وإجراء القيود واستخراج الترايل بالانس وبعدك التقارير المالية زي ما شرح دكتور عمر المرة اللي فاتت. فمعكم الطاهر محمد أحمد الطاهر من البحرين، شركة هاك بيست، ونحن في البحرين وفي السودان كذلك. يعني فأتمنى لكم إن شاء الله يعني محاضرة مفيدة ومعلومات قيمة، ودي ما فيها شك أبدا إن شاء الله تعالى. فأخليكم مع دكتور عمر إن شاء الله. شكرا لكم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في الدائرة المحاسبية، وأمس تكلمنا عن الدائرة من البداية، من مرحلة الترانزاكشنز وعمل الكودينج وإدخاله في النظام، إدخال المعاملات في النظام وعمل التسويات، وفي النهاية نعمل القوائم المالية. بس حبيت اللي هو يعني أفصل ما بين شيئين، اللي هو الاكاونتنج سايكلز او المعاملات اللي بتسجل المعاملات، المعاملات الترانزاكشن دي بتسجلها انت هنا، المعاملات كلها بتجي بتسجلها بترحلها الى حسابات، ودي المعاملات بترحلها في الحسابات، وبعد كده هذه تجي مرحلة الريبورتين. أنا بقول الكلام ده على أساس أنه في النهاية أنت المفترض أي معاملة تسجلها هنا، نحن نتكلم عنها كيف في النهاية بتعكس في الريبورتين، تعكس في التقارير. فالريبورتينج عبارة عن برمجة بيعمل المبرمج، بيعمل ريبورتات، وتبر ريبورتات شهرية، ريبورتات سنوية، قوائم مالية، بيسحب من هذه الحسابات، بيسحب أرصدة الحسابات دي وبيحللها. فإذا الريبورتينج ليس جزءا من الحسابات، وإنما الأكاونتينج اللي هو الحسابات اللي عندك هنا، اللي هو دي في جنرال ليدجر، وايضا في جنرال ليدجر في نظام الريبورتينج. فانت المفترض انه اي معامله بعد كده تشوف انها حتمشي وين. فنحن حنوضح لك اللي هو المعاملات. قلنا المعاملات اللي عندنا ثلاثه معاملات، اللي هو معاملات تشغيليه، اللي هو التشغيليه والأوبريشن، اللي هو الأوبريشن والإنفستينج والفاينانسينج. في الأوبريشن قلنا هناك عندنا عمليات اللي هي شراء وبيع. في الأوبريشن هنا عندك عمليات شراء purchase وبيع وتحصيل ودفع تسديد. هذول العمليات التشغيلية. الانفستينج هو شراء والخسارة، شراء وبيع أصول ثابتة، شراء وبيع أصول ثابتة. الفاينانسينج هو الحصول على تمويل طويل الأجل،
المعاملات دي هتتعكس هنا في حسابات معينة. فالأوبريشن بعد شوية أنا هوضح لك إياها، هعمل لك الأوبريشن من البداية، هتمشي وين، هتمشي على أي حساب، وهتعكس وين في الأوبريشن، هتعكس في الإنكم ستيتمنت اللي هو بيعمل ملخص لكل الريفينيوز أو الدخل والإكسبنسز، بتعكس لي هنا، تعكس لي في الانكم ستيتمنت، وكذلك في البالانس شيت الاوبريشن بتنعكس لك في حسابات اللي هو التي تتغير، التي يتغير رصيدها مع الاوبريشن. يعني مثلا المخزون رصيده بيتغير مع الاوبريشن، الذمم المدينة رصيده بتغير مع الأوبريشن، الكاش رصيده بتغير مع الأوبريشن. ليه؟ لأنه المخزون أنت بتشتريه وبتبيعه، فبيجي داخل، يعني داخل على الحساب وطالع منه. الذمم المدينة أنت بتسجل على حساب العميل وبسدد لك، الكاش بيجي لك من العملاء أنت بتسدده. فدي أرصدة الحسابات اللي بتتغير رصيدة. زي مين؟ زي الـ AR والكاش، الـ Inventory، وزي حسابات الموردين والـ Accrual. دول الحسابات اللي بيمثلوا لك، اللي يعني بيسجل فيهم الأنشطة اللي جات لك. مثلاً الـ AR بيسجل فيه المبيعات وبيسدد فيه، بيسجل فيه الكاش اللي جالك، يعني رصيد العميل بيزيد بالفاتورة وبينخفض بالتسديد. الـ AP اللي هو الحساب الموردي البضايع، حساب موردي البضايع هذه بيزيد بقيمة المخزون اللي انت اشتريته، بيكون داينية للمورد وبينخفض التسديد ل المورد. الأكروال المستحقات بتزيد بالمصروفات اللي انت استفدت منها وبتنخفض بالتسديد، وكلها بتعكس وين؟ في كاش إن وكاش آوت. فدي حسابات بتتغير، بتعكسها هنا، دي الأوبريشن. لاحظ بعد شوية الحنجور اللي هو حسابات أصول وحسابات التزامات. أما حسابات الانفستينج اللي هو أي شراء أصول ثابتة أو استثمارات طويلة أجل، هنا دي اللي هو بتنعكس في الأصول الثابتة في البالانس شيت اللي هو الفيكس أسيت، والفاينانسينج بالذات اللي هو حيكون اللونز والأونرز إيكويتي، حقوق الملكية اللي هو رأس المال. فدي بتنعكس لك هنا في الحسابات، هذه حسابات المتنوعة انت بتطلع منها ريبورتات. اي حساب خاص بالإيرادات او المصروفات تعمل له ريبورت في الانكم ستيتمنت، واي حسابات خاصة بالأوبريشن الثانية اللي هو الحسابات المتعلقة بالأوبريشن بتسجلهم في الأصول والالتزامات، وكذلك الأصول الثابتة دي خاصة بمين؟ خاصة بالإنفستينج، بتسجلها بتعملها ريبورتنج هنا في الأصول الثابتة، والفاينانسينج بتعملها هنا لاحقا. معناها دي قائمة واحدة، ده ريبورت واحد وده ريبورت اثنين. أيضا حنعمل لك ريبورت خاص بالكاش فلو، بسموها الستيتمنت اوف كاش فلو. نعمل لك ريبورت نوضح فيه الكاش اللي جاي من الأوبريشن، والكاش الجاي من الانفستينج او ماشي خارج الانفستينج، والكاش الخاص بالفاينانسينج، ونطلع ريبورت ثالث بسميه الستيتمنت اوف كاش فلو. احنا عايزينك يعني تشوف العمليات دي. انا الحين بعمل لك المعاملات دي وبنعملها في شكلي يعني
ونشوفها هتعكس وين. انا بتكلم عنها بتعكس وين على طول، فبتكلم عنها على طول بتعكس وين، على اساس ان انت في النهايه تعرف انك انت سجلتها مثلا في حساب معين. فمثلا لو بدينا بحسابات البالانس شيت، البالانس شيت والانكم ستيتمنت، عندنا في البالانس شيت بنبدا بايش؟ نحن البيزنس بيعمل ماذا؟ البيزنس لما يبدا عملياته بيبدا بيشتري، بيشتري ماذا؟ بيشتري انفنتوري، انفنتوري اللي هي البضاعه. بيشتريها من مين؟ بيشتريها من المورد، بالذات المورد ده بنسميه الاكونتس بيبل. اذا عمليه الشراء هي من ضمن عمليات الاوبريشن، الاوبريشن التشغيليه، العمليات اليوميه اللي انت بتقوم بها هذه. فاذا بيشتري ايش؟ بيشتري انفنتوري، بيشتري اكونتس بيبل. الانفنتوري هو احد الاصول او احد الممتلكات اللي عند الشركه. وعلميا نحن الاصول، لما اقول اصول اللي هو اسيتس، اسيتس هي عباره عن اي شيء اتوقع منه منفعه مستقبليه، اي شيء اتوقع منه منفعه مستقبليه. المنفعه دي ممكن تكون في شكل كاش فلو بيجي لك، كاش ان، او اتوقع منه بنفيت انه اللي هو يقدم لي يساعدني في السيرفيس، يعني زي المباني يقدم لي منفعه ليست ماليه وانما ايش؟ وانما منفعه مثلا في التشغيل. دي زي ماذا؟ دي زي الاصول السابقه. فانا بشوف الانفنتوري، هل الانفنتوري اسيت؟ الانفنتوري يس اسيت، بتوقع منه منفعه مستقبليه بحيث ان انا ممكن ابيعه ويجيني منه في النهايه كاش. الانفنتوري دائما الاصول، يعني لاحقا الاصول حتعرف انه غير المنفعه المستقبليه عندها ميزه اخرى، انها المفترض تكون تحت يور كنترول، تحت تحكمك انت. يعني الانفنتوري انا متحكم فيه، انا ما يجي سلطه ثانيه يحدد لي يقول لي لا المخزون ده تبيعه او ما تبيعه، انا حر فيه. فاذا انا عندي كنترول على المخزون، وفي نفس الوقت اتوقع منه منفعه مستقبليه، فاكيد المخزون هو عباره عن مين؟ عباره عن اسيت. طيب في اثنين داخلين بارقام، عبد الباقي، استاذ عبد الباقي، استاذ عبد الباقي افتح المايك من عندك. استاذ عبد الباقي مرحبا، عليكم السلام دكتور. يلا حبيبي خليك معي، انا بسالك وانت بناء، يعني احنا بنقول قاعده معينه انا ابغاك انت تطبقها. فانا طيب. لك الانفنتوري هو اسد ليه؟ لان انا عندي عليه الكنترول، انا متحكم فيه، وفي نفس الوقت منه منفعه مستقبليه. فهل الاكونتس ريسيفبل، الذمم المدينه من العملاء، اسد ام لا؟ اكيد اسد. ليه؟ انها هي برضو بتديني كاش، كاش فلو، كاش ان، يعني بتدي لك منفعه. ايوه نعم. ثانيا تحت التحكم بتاعك ام لا؟ هي تحت التحكم بتاعي. نعم بالضبط. يعني الاكونت ريسيفبل لما انت تقول عايز من عميل معين، معناها العميل ده المفترض يدفع عليك انت. طيب مظبوط. الكاش اسيت ام لا؟ الكاش برضو ضمن الاسيت. ليه؟ انه برضه تحت تحكمي، تحت يدي، سواء كان في الصندوق او في البنك حتى البنوك.
وانت اكيد الكاش بعد الكاش ما فيش نقاش، خلاص انتهى محسوم يعني. طيب الاكونتس بيبل او الذمم الداينه للموردين اسيت ام لايبيليتي؟ الذمم الداينه للموردين انا مدين بالنسبه ليهم، هم فيندر بالنسبه لي يعني لايبيليتي عليك. ايوه نعم، التزام. يا سلام عليك، كلمة جبتها في الصميم، هي في المبلغ اللي هنا هو التزام عليك. نتيجة ماذا هذا الالتزام جاء؟ نتيجة انفنتري أخذته منهم أو yes. هم yes. قدموا لك خدمة أو الدولة exactly. محزون. فإذا هنا هو التزام يتطلب منك أنك تسدد قيمته بالضبط. بالضبط هو الليابيليتي. الليابيليتي اذا هل بتدخل لك، هل بتتلقى منها منفعه مستقبليه ام انها بتشيل منك منفعه مستقبليه؟ الليابيليتي بتشيل منك كاش يس اوت فلو. اوت فلو نعم تدفق لك. اذا الاكونتس بيبل هي ليابيليتي. ليه؟ لانها تتطلب منك أنك تضحي بكاش فلو عشان تستوفي هذه الليابيليتي. مظبوط؟ مظبوط صحيح. طيب الانفنتوري أنا بشتريه، معناها المعاملة دي حتخلق لي حاجتين، حتخلق في الأصول هنا انفنتوري وحتخلق مقابلة التزام، صح؟ هذه المعاملة. نعم. فعشان كده نحن في يعني لما نجي نسجل في سجلاتنا لازم نسجل في حسابين، حساب المخزون وحساب المورد، بأي قيمة؟ بالقيمة، بقيمة المخزون دي. افترض حاليا هنا 1000 وهنا 1000، إذا معناها الأصول سوفا بس من عملية شراء المخزون أصولي أصبحت كم والتزاماتي كم؟ 1000 بـ1000. 1000 بـ1000 مخزون أنا ببيعه، لما أبيعه هل ببيعه بالألف هذه؟ أكيد بمكسب. بمكسب بتبيعه يعني بمبلغ أعلى من ال قول 1500. 1500 حسجلها على منه؟ على الريسيفابل. بالضبط حسجلها على العميل، وحتفتح حساب هناك، حساب في الزمم بتسجله دائما، بتقول لك ايش المبيعات. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. والله انا عايز من العميل 1500 مقابل ماذا؟ مقابل مبيعات. مظبوط. نعم. حد هنا؟ ايوه. ها طيب مظبوط. نعم. عمليه البيع دي انت لما تجي تبيع للعميل حتسلمه المخزون، هيأثر معايا. أيوة المخزون قبيل زاد بألف، المخزون لما تبيع المخزون هنا ماله بينتهي، خلاص بينتهي بالشكل وين بتعمله cost of goods sold. cost of goods sold يعني بيشيله من أنه مخزون بتوديه على حساب اسمه cost of goods sold. تكلفه اصبح ايش؟ اصبح طبيعته ايش؟ اصبح طبيعته ليس مخزون. الألف اللي اشتريناها هذه، الألف الجبال اشتريناها وخطيناها في المخزون، هل اصبحت الحين مخزون؟ لا، اصبحت في شكل ايش؟ اصبحت في شكل تكلفه. لذلك لازم تكلفه البضاعه cost of goods sold. جميل. مضبوط. طيب يعني الألف اهي زمان سميتها شنو لما كانت معك في المخزون؟ سميتها مخزون. نعم. لما الألف دي بعتها سميتها ايش؟ سميتها تكلفة البضاعة المباعة. مضبوط. هذه ألف. مضبوط. طيب دلوقتي وصولك كم والتزاماتك كم؟ وصولك الأصول 1500 اللي هي الأكونتس ريسيفابل، والالتزامات 1000 اللي هي الأكونتس بيبل. يا سلام عليك.
رمزية الذهب. طيب لازم انت المعامله قبل المعامله انت بتسجل معاملاتك، انت بتسجل الاتي، بتسجل هنا قبل لما سجلتها كانت متوازنه 1000 1000، الحين الميزانيه عندك ما صارت متوازنه اصبحت هنا 1500، اختلت ب 500 اختلت ب 500. ال 500 دي عباره عن ايش؟ دي اجمالي ربح، اجمالي الربح اللي هو بيسموه الجروس بروفيت. بروفيت والربح دي، الربح دي بيمشي لمنه في النهاية؟ حق في النهاية بيمشي للأونرز للملاك. يا سلام عليك، أونرز إكويتي. خلي الأونرز الحين أخدت لهم إيش أقول؟ لا عندهم إيش؟ عندهم retained earning أو الأرباح المبقاة، retained earning بخمسمية، 1500. إذن الأصول كم والالتزامات كم، وتمثلت في ماذا تمثلت الالتزامات؟ الحين توازنت الأصول عندنا 1500، وعندنا الالتزامات اتقسمت معي، دخل معي بند جديد على الاكاونتس بايبل الالف الخمسمية اللي هي الاونرز ايكويتي في الريتين ايرنينجز اللي هي الارباح المبقاه. يا سلام عليك، الارباح المبقاه مظبوط. طيب نحن زي ما قلنا ما بنشتري مخزون فقط، بنشتري خدمات ايضا عشان نمشي البيزنس حقنا، عشان نمشي البيزنس حقنا. هل انت بتشتري مخزون ولا بتشتري يعني كل معاملاتك مخزون، ولا في تاني مصروفات عايز تدفعها ولا اشياء زي هذه؟ اكيد في مصاريف، في مصاريف مويه كهرباء انترنت واتسيفر، مويه كهرباء. يا سلام عليك، تيل اكسبنسز. الاكسبنسز دي لما تتلقاها قولت لقيت expenses ب 300، هل الاكسبنسز دي تلقيته مجانا ولا لازم المبلغ ده تدفعه لواحد؟ لازم يدفع. نعم لازم يدفع. اذا لازم يكون عليك التزام مقابل هذه الاكسبنسز، مظبوط ولا لا؟ نعم صحيح ولا لا؟ لازم يكون في التزام. ايوه التزام. نحن اتفقنا ايش؟ بدل ما سجل هنا التزام accounts payable، عشان اخلي accounts payable ده نضيف الحساب اللي فيه بسجل فيه الالتزام مقابل المخزون. بل الالتزام ده انا بسميه ايش؟ بسميه الاكرول. الاكرول اللي هو الالتزام المستحقه، يعني liability مستحقه عليك. الاكرول ال 300 دي ها مستحقه، مبلغ مستحق عليك لمنه؟ مبلغ مستحق عليك لمقدمين الخدمة. مقدمي الخدمة بالضبط. في بعض الناس بيخطها كلها في حساب واحد، وبعضهم بيقوم بيقول لك accruals، يقول accrued salaries، معناها هذا الالتزام المستحق عليك مقابل الرواتب للموظفين. يقول accrued electricity أو كهرباء مقابل الالتزام المستحق عليك مقابل كهرباء أنت صرفتها، مظبوط؟ أكرود يعني بيفندوها أو بيعملوها في شكل تصنيفات، لكن كلها هي إيش؟ الأكرول هذه عشان نتفق أن الأكرول هذه التزام علينا مقابل مصروفات نحن استفدنا منها لكن لم نسدد قيمتها للموردين. وبالمناسبة المفترض أنه في كل قيودك المصروف أول شيء تعمله أكرول، أول شيء تعمله أكرول ثم بعدين تسدده، حتى ولو كان سددته نقدا تسجل تقول المصروفات بكم وتقول هنا أكرول. ده تسجل 200 المصروف، المصروف لما انت تستفيد منه
بغض النظر لما تستفيد منه وما تدفعه. لما تستفيد منه وما تدفعه بسجل عشان ايش؟ عشان تضمن انه مصروفاتك كلها سجلتها مسجله. عشان تضمن انه مصروفاتك كلها مسجله، ما تنتظر لحد ما تدفع. اللي بينتظر لحد ما يدفع دول بيسموهم كاش بيزز. كاش بيزز زي الحكومه، انت في المحاسب مطلوب منك اكروال بيزز. الاكروال بيزز معمول في المحاسبه على اساس انه نضمن انه كل الايرادات بتاعتنا مسجله وكل المصروفات بتاعتنا مسجله اول، بحيث انه اي مصروف انت استفدت منه تسجله على طول، بحيث انه في نهايه السنه المصروفات دي تعكس كل المصروفات اللي انت استفدت منها. ثم بعد ذلك تجي مرحله الدفع الكاش. الكاش بيزيس لاحظ هنا المصروف لما سجل، قبل ما امشي على الكاش بيزيس، لما سجله التزام، لما سجله التزام معناه انا هنا عكست ايش؟ استفدت منه في حالتين، استفدت منه في حاجتين. استفدت منه أيوة. انه اول شيء مصروفاتي كامله واستفدت منه كامله في الكاش. لو واحد جاء قال لي التزاماتك كم، انا بقضيه بيان كامل بقول له والله التزاماتي للموردين والتزاماتي لجماعه ثانيه قدموا لي خدمات لكن ما دفعت لهم 300. فهنا بتعكس لك ايش؟ الالتزامات كامله، تعكس لك مصروفاتك كامله. عشان كده في ميزانيتك من نهايه السنه ما تنتظر لحد ما كل المصروفات يعني تدفعها، اعمل ايش؟ سجلها اكلول، سجل التزام، اضمن انك حطيته في المصروفات. فده نظام الاكروال. الكاش بيزيس اللي هو ناس الحكومه، ناس الحكومه شغالين باكروال. فمثلا اديك بالنسبه للمصروفات، لو الحكومه مثلا استفادت من خدمه معينه، استفادت جابت لها مقاول عمل لها شغل معين، في هذه الحالة ما بتسجل دي كمصروف عليها أو كوصول عليها إلا بعد أن إيش؟ بعد أن تسجل هذا أو تسدد القيمة. نتيجة لذلك لو جينا نأخذ ميزانية بتاعت حكومة هنلقى إيش؟ هنلقى أنه مصروفات هي كاش، معناها مصروفات غير مكتملة، معناها في مصروفات استفادوا منها لكن ما سجلوها، معناها الربح اللي بيعكس في صافي الدخل غير سليم، ناقص، صح يا حبيبي؟ صح ولا لا؟ مزبوط. نعم. التزاماتهم بتكون سليمة؟ هل التزاماتهم كلها بتكون سجلوها؟ لا لا لا، بتكون كلها مسجلة. طيب ده بناء على ده بسموه مبدأ الاستحقاق للمصروفات. نجي نشوف مبدأ الاستحقاق للإيرادات. فلما أقول استحقاق معناها أنا بشوف 200 أنا بستحق القيمة البيعية دي، وأقول للعميل أنا استحقيت القيمة دي أدفع علي 200. بقول له ها 200، أنا بقول للعميل حبيبي أنا استحقيت القيمة دي أدفع علي. هي لو عندنا في العميل عندنا اتفاقية معه والسداد على فترة محددة، بناء عليها بنطالبه على حسب الاتفاقية بينه وبينه. طيب ماشي السداد، لكن أنا بالنسبة أنا ذنبي شنو؟ أنا بستحق القيمة دي 200. لما تقدم الخدمة أو تسلم البضاعة. لما أقدم الخدمة أو أسلم البضاعة، صح يا عبد الباقي؟ لما خلاص هي دي نحن بنسجلها على طول، لكن المطالبة بها أنا لا أنا ما تكلمت عن المطالبة أصلا، ما تدخل لي في المطالبة. لا خلاص هنا مزبوط، أول ما قدمت الخدمة أسجلها على أساس الاستحقاق اللي اتفقنا عليه واللي هو الأكروالز بالنسبة للمصاريف والخدمات المقدمة، وبرضو اللي أنا بقدمها لعملائي بنفس الطريقة أسجلها. يا سلام عليك،
أنا لو مشيت على حسب كلامك أنه أسجلها حسب الاتفاق، معناه أنا مشيت كاش بيزيس، بكون أنا بعت له وما سدد لي. صحيح. فبكون ما س أول شيء بكون الذمة اللي على العميل ما سجلتها. الاستحقاق حقينا في المبيعات دي، المبيعات دي ما سجلتها. أما نحن بنشتغل إيش؟ حسب مبدأ الاستحقاق. أنا سلمت قدمت الخدمة أو سلمت البضاعة بسجل مبيعات، معناها المبيعات اللي عندك يا عبد الباقي كلها المفترض أنه تكون مبيعات حقيقية. لما نقول مبيعات حقيقية معناها أنت أديت الخدمة أو سلمت العميل البضاعة. هل معنى الكلام ده أنه نقول هذه المبيعات فعلا استلمنا قيمتها؟ المبيعات اللي أنت بتسجلها بتكون، هل هي مبيعات فعلا استلمنا قيمتها أم أنه مبيعات مقابل الخدمات اللي نحن أو المنتجات اللي فعلا سجلناها للعميل؟ المبيعات مقابل الخدمات والبضاعة، بغض النظر بعد ذاك أنا استلمت قيمتها ولا ما استلمتها، بغض النظر استلمت قيمتها ولا ما استلمتها. لذلك كل اللي جاب الكلام ده إيش؟ اللي هو المصروفات والإيرادات، عشان تعرف أنه الإنكم ستيتمنت كله، الإنكم ستيتمنت كله ما فيه معاملة كاش، كل الإنكم ستيتمنت أكروال. المبيعات دي بسجلها حسب مبدأ الأكروال، تكلفة المبيعات بسجلها حسب مبدأ الأكروال. لأنه إيش؟ تقريبا المبيعات يعني تتحول من المخزون لتكلفة المبيعات. المخزون ده قيمة المخزون دي تتحول عندما أنا أسلم العميل البضاعة. هنا دي أيضا أكروال. الإكسبنسز أكيد يا عبد الباقي قلت لي أكروال. أيوة نعم. النت بروفيت هنا بقول عليه وبعد ذاك تبقى لي هنا نت 200 حقي كم؟ 200. أشوف ميزانيتي الحين، انسى دي، شوف ميزانيتك الحين 1500 مقابلة هناك 1800 1300 أنا مسحتها هذه. أها أوكي أوكي، يبقى نقفل بالميتين. بالميتين ليش جميل. مسحتها؟ لأنه ال 500 الجبال ما كلها مستحقة للأونرز إيكويتي، جات منها حاجة اسمها إيش؟ المصروفات. فيها التزامات أخرى. نعم فيها التزامات أخرى اللي هو المصروفات المفترض أنه أدفع للجماعة، عشان كده جات 200 وتبقى هنا إيش؟ 1500. مظبوط؟ مظبوطة. قفلت طيب. معنا هنا السايكلز بتاعتك أنت اللي عندك هنا دي كلها شوف السايكل هذه دي كلها مبنية على الأكروال وخلقت لي إنكم ستيتمنت كامل، إنكم ستيتمنت كامل أو قائمة دخل كاملة. معناها الحسابات بعد شوية هنشوفها، الحسابات اللي تأثرت عندك هنا المبيعات والتكلفة والإكسبنسز في النهاية نت بروفيت. مزبوط. نجي بعد كده دي العمليات التشغيلية اللي عندك، عمليات شراء المخزون، عمليات بيعه، عمليات الاستفادة من الخدمات. هذول الثلاثة جميل. طيب بعد ما نسجل على العميل 1500 تجي بعد كده الكاش. شباب معي؟ معك سامع؟ الآن جاتني رسالة قال الإنترنت أن ستيبل. أنا سامعينك. طيب بعد ما نسجل للعميل 1500 بتحصل شنو يا عبد الباقي بعد كده؟ سجلنا عليه 1500. نعم. بيحصل شنو؟ العميل ده بعد ما سجلنا عليه 1500. الالتزام عليه وبعدين إحنا بنطالب بالسداد عشان تحرك معي. بيجي إيش؟ تجي عملية الكوليكشن. ملاحظه صغيره دكتور. تفضل حبيبي. في 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 الشات واحد بيسال بيقول عبد الباقي ما في غيره، عايزين الشباب يتحركوا شويه شكلهم.
لا لا اكيد لا لا ابشر ها حيكون معي كم واحد في واحد ثاني كان رافع يده عبد الله حمور خش طوال لو في اي سؤال لانه البروف بيقول ان المشاركه حاجه مهمه لا هو في الحقيقه الثالث اللي كتب الملاحظه دي اسمه اتش بي فخليه هو نفسه يدخل ان شاء الله ويتحاور مع الدكتور اتش بي اذا امكن ادخل جميل شكرا عبد الباقي كان في واحد برضو بيسال رفع يده لا حاليا يمكن بالغلط رفعت اليد في واحد رفع يده طيب الاتش بي تفضل اتش بي ايوه اتش بي موجود غريب اوصل لحد الكاش بعد كده اخذ أيوة. واحد ثاني اتش بي افتح سوري اتش بي افتح المايك من عندك اذا امكن حسام السلام عليكم بابا حبيبي يا مرحبا الله يحفظك كيف يا استاذ انت اللي كنت على يدك والله اللي كان مكتوب اتش بي لا انت لا لا انا جديد عادي لا انا جديد اخي ايوه اتش بي لسه ما رفع يده اتش بي ارفع يدك هو اديك الفرصه بعد الاخ حسام ان شاء الله انا عندي سؤال بالنسبه للمصروف مثلا بتاع بتاع مكتب المراجعه في نهايه السنه انا لمن اجي اثبته فعم بثبته نهايه السنه عشان اقفله كده زي كانه مستحق يعني بتقول من حساب الاستشاره ديبت المصروف كريدت المستحقات مستحق دي يا حسام دي بنجي له بعدين شفت انواع المصروفات بالتفصيل تصبر لنا شويه جدا بس كنت اتكلم عن الحته بتاعت الفات حاسبتها مع الفات لانه تصبر شويه بتاثر معي في الاغرار تصبر شويه اوكي ها جدا عشان ما ندخل نمشي متاهات بعيده ده كله جاي الحين بس انا عايز ابشر تشوف لي المعامله وين بتضرب معاك وين بتضرب معاك الاتش بي رفع يده تمام انت الاتش بي لا ما رفع لا ما رفع يده ده حسام الدين نفسه خلاص خلاص اوكي برضو واحد كتب قال الإهلاكات والإطفاءات ليش ما ظهرت في الإنكم ستيتمنت لسه الناس مستعجلة أنا قصدي الناس مستعجلين دي مش إنكم ستيتمنت كاملة كتب إنه ليه ما ظهرت الإهلاكات والإطفاءات في قائمة الدخل لا الحين بس إيش دي اللي هي بعد كده بنفصلها ده كله بنفصله مصروفاتك ذاتها هنقول لك مصروفاتك هتتوزع ازاي وهتقسمها ازاي ودي كلها جميع انواع المصروفات جميع انواع المصروفات دي جايينها حاليا انا ابغاك ايش تفهم لي الجزء الرئيسي ها هذه مصروفات هذه جميع انواع المصروفات هنتعرض لك لكن المهم انه ايش الحين تعمل لي تفهم لي النموذج الرئيسي تفهم لي النموذج الرئيسي عبد الباقي الحسن فاتح المايك بتاعك نعم نقفله ولا عايز تشارك عايز اشارك مع الفقره الجايه عشان ابقى جاهز ان شاء الله جاهز جاهز عبد الباقي بقينا عبيد الباقي اثنين الحمد لله عبد الباقي زيدان وعبد الباقي الدواء الله يحفظك وإن شاء الله جاهزين إن شاء الله عبد الباقي الثاني عبد الباقي الحسن عبد الباقي لازم تشاركوا صالح يمكن نشوف لو في متطوعين صالح في الاخ صالح صالح حسن السلام ورحمه دكتور كيف ان شاء الله طيب حبيبي كيف ان شاء الله خير الله يحفظك يا الله تمام الحمد لله والله تفضل
لو عايز سو فار ماشي ماشيين كويس. لا الحمد لله. طيب فهنا قلنا ايش بعد ما نحن وقفنا مع اخونا عبد الباقي، قلنا الاي تي والاكروال وشفناهم كيف تكونوا. الاكروال 300، الانفنتوري اشتريناهم من المورد، اصبحت علي التزام هنا لايبيليتي، واصبحت عندي هنا اسيت، وبعده الانفنتوري انا بعته تحول الى تكلفه مبيعات، وجات عندي المبيعات ب 1500 حولناها على العميل. عبد الباقي وقف هنا بعد بعديها بعد ابيع للعميل بعمل ايش؟ بعمل عمليه تحصيل، بتحول لي المبلغ لايش؟ ها؟ كاش 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 نو كاش، حول لي الى كاش. نبقى ايش هنا؟ برضه هنا 1500 تحولت الى كاش، لكن هي لا زالت ال 1500 موجودة. في اثنين رافعين يدهم. ايوه في اثنين رافعين يدهم. السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟ عليكم السلام، كيف ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. طيب بس عندي تعليق بسيط كده هنا في تفضل. في كوست اوف جود سولد، كوست اوف جود سولد. انا مثلا جاني بضاعه من عميل كهديه وعايز اثبته في المخزون، اثبته كيف وانا ما دافع عليه رسوم، وهو بس سلفا كده اداني الضريبه، بس قال لي تدفع الضريبه. بسجلوا بقيمه الضريبه دي او بسجلوا بقيمته الكامله؟ سجلوا بقيمته الكامله. انا داير ادخله في المخزون. جدا سجلوا، بعد شويه حتقول ديبت الانفنتوري بالقيمه الكامله وكريديت جماعه الضرائب، جماعه الزكاه بتعمل لهم كريديت بقيمتهم، والباقي اذر انكم. بسجل الباقي اذر انكم، دخل اخر، ودي برضو حنجي عليها. انا قلت لك الاتي، قلت لك سجل اسئلتك خليها على جنب وخلينا نستمر. انا متاكد انه في مرحله حنجي عليها، ليس هنا المجال اللي هو بتاع انه نسجل كل شيء. الغرض منها انه اوصلك من المعامله الى القوائم الماليه، لكن لاحقا حنتعرض لدي كلها. فهناك اسالني عن مثلا البات، اسالني عن اي شيء. مظبوط؟ مظبوط، شكرا. الله يحفظك حبيبي. وقلنا هنا عندنا اصبحت عندنا لايبيليتي واسيتس، يلا نواصل. تجي بعد كده المعاملات الكاش. المعاملات الكاش اللي معاي منه؟ ها اللي معاي مين؟ مرشح لك اخونا عبد الله حمور. عبد الله هلا والله. اسال عبد الله حمور. السلام عليكم حبيبي، كمان كيف اخبارك؟ بعد ما استلمنا من العميل، ايوه بعديها بنعمل ايش ثاني؟ انت بعد ما استلمت من العميل استلمت يعني؟ لا استلمت من العميل، من عميلك استلمت 1500. الكاش ب 1500، الكاش زاد ب 1500. تبدا بعد كده حسدد لمين؟ ها؟ استلمت من العميل، استلمت منه الكاش زياده. في زياده جميل، الكاش زياده. بعديها حتجي تسدد، حسدد لمين؟ سدد الموردين. سدد الموردين 1000. اي نعم. بسدد الاكروال 300، 1300. ايوه. مضبوط؟ فدول اللي هم العمليات، عمليات الشراء والبيع والتحصيل والتسديد. تمام. شايف دي العمليات التشغيليه. تمام. عندك ايش في العمليات التشغيليه؟ عندك العمليات التشغيليه اشترينا. اشتريت ايش؟
اشتريت انفنتري واشتريت سيرفيسز. تمام. سيرفيسز اللي هي دي صح؟ نعم. وبعديها بعتها. بعت بضاعة وسددتها. بعد ما بعتها لا عملت ايش؟ كوليكشن. تحصيل. معاي ولا لا؟ عملت كوليكشن. تحصيل من عمر انا. وبعديها انت عملت ايش؟ pay to suppliers و pay الاكروال. سددنا الموالدين والمصروفات والمستحقات اللي عليك. دي العمليات التشغيليه. دي العمليات التشغيليه. العمليات التشغيليه دي لو لاحظت الاتي، هل الانفنتوري ظل ثابت ولا زاد ونقص؟ زاد ونقص. زاد بالموارد. الكونس سيبل الذمه والمدينه زادت ونقصت ولا ظلت 1500 كما هي؟ لا زادت ونقصت. الكاش. كاش زاد ونقص. الاكونس بيبل. زاد ونقص نفس الشيء. الاكروال. زاد ونقص. الحاجات اللي بتزيد وبتنقص دي ديل بنسميهم هنا current assets. current assets. وهنا حنقول على المقابلة ايش؟ current liability. current assets و current liability. معناها لما تسمع كلمة current assets معناها انت بتشير لحاجة او بتشير لأصول في النهاية مشت وين؟ في النهاية مشت الى الكاش. صح ولا لا؟ الزيرو. مشت الى الكاش في النهاية. الانفنتوري يتحول الى ريسيفابل. ريسيفابل تحولت الى كاش. فدي كارنت اسيتس. الكارنت لايبيليتيز عبارة عن حسابات بتتغير. الاكونتس بيبل زادت ونقصت. الاكروال زاد ونقص. فدي معناها كل الانشطه التشغيليه متمثله في هذول. الانشطه التشغيليه متمثله في الانفنتوري والاكونتس ريسيفبل والكاش والاكونتس بيبل والاكروال. دي الانشطه التشغيليه. ودي هسه في البيزنس عندك انت. لاحظ في البيزنس بتمثل نسبه كم من عملياتكم اليوميه؟ ها؟ كبيرة في الموظف نسبة 99% أو 90%. نعم. صح؟ معناها دي العمليات التشغيلية. أسير. دي العمليات التشغيلية. طيب الانفنتري لما اشتريه الانفنتري بيحصل له شنو؟ زيادة ولا نقص؟ زيادة. يا سلام عليك. لما أبيعه نقص. الاكونت ريسيفبل لما ابيع بيحصل لها ايش؟ والله زياده. لما يسددوا لي يسددوا لهم صار زياده في النقديه. نعم. او خلاص بينقص العملاء بيزيد الكاش. مع عمليه شراء البضاعه، قول لي شراء البضاعه اثرت على كم حساب في الميزانيه العموميه؟ شراء البضاعه اثرت على النقديه واثرت. لا لا عملية الشراء البضاعة بس. أسد على المخزون. المخزون والذمم الداينة. ها؟ عبد الله. الذمم الداينة. أيوة على بعض. طيب الانفنتوري لما بعته. الانفنتوري لما بعته. أيوة. الحسابات اللي تغيرت شنو؟ تغير حسابات العملاء. حسابات العملاء يا سلام عليك. حساب المخزون. حساب المخزون نعم. لما حصلت مبلغ، لما حصلت يعني مبلغ من العملاء. كيف أثر على الأصول؟ في زيادة في الكاش. زيادة في الكاش. والعملاء؟ في زيادة في العملاء وفي زيادة في الكاش. لا. العملاء انخفضت. لما تحصل.
نعم نعم الكاش زاد ولا هم لا نقص هم. هل أثر على إجمالي الأصول؟ أثر في زيادة وفي نقص، في زيادة في الكاش وفي نقص في العملة. هل أثر على الإجمالي؟ نعم بأثر. لا هم دول لما جمعناهم مع بعض ذي اللي كانوا أرقام جمعتهم مع بعض حولت من ذا لذا، هل بأثر على التوتل اللي هنا؟ لا ما بأثر، ما بأثر على التوتل. مظبوط؟ فإذا نجي على هذه العمليات، شكرا يا أبا، نجي على هذه العمليات ونشوفها هنا في الأنشطة التشغيلية ونقرأها قراءة. عمليات التشغيلية، عمليات تشغيلية تسجل بناء على مبدأ الاستحقاق، كلها عمليات التشغيلية تسجل بناء على مبدأ الاستحقاق. عمليات الشراء، هي العمليات التشغيلية تتمثل في ماذا؟ عمليات الشراء وعمليات البيع، دي العمليات اللي هو التشغيلية. أنا بشتري ماذا؟ بشتري بضائع وبشتري خدمات. لما أشتري بضائع أنا بسأل نفسي، متى يستحق المورد، متى يستحق المورد قيمة هذه البضائع؟ ده الوقت اللي أنا بسجل فيه البضاعة المشترى، بشتريها بسجلها في الدفاتر. عندما يسلمني البضاعة هنا بسجل قيمة البضاعة وبسجلها لحساب المورد. هنا في الشراء البضائع ستخزن ويعاد بيعها من مين؟ من الأكاونتس بيبل، نسجلها بناء على مبدأ الاستحقاق. هنا الاستحقاق بعني به ايش؟ متى يستحق المورد قيمة البضاعة؟ يستحق المورد قيمة البضاعة عندما أنا أستلمها وليس عندما أسدد قيمتها. شراء الخدمات، الخدمات هي الأشياء التي يتم استهلاكها مباشرة، بنشتريها من مين؟ من موردي الخدمات. واتفقنا أنه موردي الخدمات نسميهم accrued liability، وتعتبر مصروفات، وأيضا تسجل بناء على مبدأ الاستحقاق. بناء على مبدأ الاستحقاق يعني هنا أنا لما أستفيد من الخدمة، زي ما هناك استلمت البضاعة هنا استلمت الخدمة. عندما أنا أستلم الخدمة ولم على طول بسجلها لمين؟ بسجل قيمتها لمزود الخدمة. تجي بعدها عمليات البيع، عمليات البيع، عمليات البيع بنبيع البضاعة للعملاء. العملاء مين سميناهم بالإنجليزي؟ سميناهم accounts receivable. يتم تسجيلها بناء على مبدأ الاستحقاق. مبدأ الاستحقاق 200، أنا بستفيد، أنا بستحق قيمة البضاعة اللي أنا بعتها للعميل، بعتها للعميل عندما أسلمه البضاعة أو أقدم له الخدمة، لحظتها أنا بكون استحقيتها. فعمليات الشراء أنا بشتري بضائع وخدمات، بعدها تجي عملية إيش؟ العمليات النقدية. العمليات النقدية زي ما قلنا بنحصل المبالغ من العملاء collection، بعدها بنسدد لمين؟ للموردين، موردي البضاعة وموردي الخدمات. يعني اللي كنا نتكلم عنه نص ساعة كله ملخص لك وين؟ ملخص في هذه الصفحة، ملخص كله في نفس هذه الصفحة، وده اللي هو اللي بيمثل لك. فإذا عملية الباين and selling، لما اشتري supplier liability we buy، نستلم البضاعة، بنسجل نخزن فين؟ في الانفنتوري، والانفنتوري كأسيت، أصبحت عندي إيش؟ أصبحت عندي أسيت ولايبيليتي. ده أول واحدة عملناها.
دي بناء على مبدا الاستحقاق السلم، انا البضاعه بسجل هذا القيد، بعده تحصل عمليه بيع. ببيع لمين؟ للعميل. العميل بعد كده انا بحصل منه عمليه كولكشن، تحصيل. عمليه التحصيل بتجيب لي كاش. فاذا هنا الكاستمر حسابه انخفض بين قوسين وحساب الكاش زاد برضو اسد. فبعديها انا بسدد payment لمين؟ للسبلاير. ده اللي هو الاوبريتنج اكتيفيتيز، اول اوبريشن. اول اوبريشن اللي هو الخاصه بشراء البضاعه، بيعها والتسديد للموردين. بعد تجي عمليه دي بيع شراء البضائع، تجي الخدمات. الخدمات اللي هو السبلاير عندنا او الالتزام عندنا سميناه اكرول. واشتري ايش؟ اشتري خدمات. الخدمات بستهلكها، كونسيوم دي معناها بستهلكها. طالما استهلكتها بتمشي وين؟ تمشي اكسبنسز. هل الاكسبنسز هذه بتجيب لي كاش؟ لا، الاكسبنسز بتستهلك كاش. انا بدفع لمين؟ بدفع لمزود الخدمه. فهنا تجي بعديها العمليات ايش؟ العمليات الثانيه، العمليات الاستثماريه. والعمليات الاستثماريه هي عباره عن، دائما هذه العمليات بتسجل بناء على الاساس النقدي، اي وقت دفع النقديه واستلام الاصل. العمليات الاستثماريه تخص شراء وبيع اصول ذات حياه انتاجيه تمتد لاكثر من سنه، ونتوقع منها ايش؟ منفعه خدميه. دي بالذات الاصول الثابته بنستمتع منها يعني منفعه خدميه. نتوقع ان نقسمها لنوعين، اصول نتوقع الاستفاده من خدماتها، ده انا عايز واحد لانه بدينا ها واحد يتبرع، واحد يتبرع، والله انا اختار واحد امشي تحت. ما في حد يتبرع، اختار واحد. ها؟ اختار واحد. محمد خليفه. أوكي. منذر. محمد خليفه. مرحبا. حبابك يا خليفه. الو. اي حبيبي. اهلا حبابك، كيف حالك؟ والله طيب. الله يديك العافيه. الاصول الثابته اللي انت بتستفيد من خدماتها، يعني بتستخدمها في البيزنس. ايوه. زي شنو؟ نعم. الاصول الثابته اللي انت بتستفيد منها في البيزنس. اللي تشتغل بها. زي شنو؟ الاصول الثابته اللي بيشتغل بها البيزنس، البضاعة اللي بشتريها اللي هي لا بتشتغل بها، بتساعدك في بتساعدك في اعمالك اليوميه. البضاعة الاساس. الاساس، الاراضي، الاساس، المباني، الاراضي، السيارات، الاراضي. أيوة. المباني. ايوه السيارات، الاثاث والمفروشات، معدات المعدات والالات. أيوة. هل دول استفدت؟ هل دول انت اشتريتهم عشان تبيعهم؟ هيجيبوا لك كاش؟ اشتريتهم عشان استخدمهم، عشان تشتغل بهم. اشتريتهم عشان استخدمهم استفيد منهم. بالضبط كده. دول بنسميهم ايش؟ يعني لما عمليه بنسميهم اصول ثابته. في ثاني اصول استثماريه. يعني اصول الاستثماريه
اللي عايز تستفيد من دخلها او الزياده في قيمتها وابيع بعدين. بالضبط كده. مثلا المباني، اشتري مباني بعد ممكن اشتري مباني وابيع بقيمه اعلى. أيوة. وابيع بقيمه اعلى ممكن. دول اللي هم شراء الاصول يا خليفه، شراء الاصول زي دي، شراء الاصول اللي زي دي، دي أيوة. عمليات استثماريه. ايوه دي عمليات استثماريه، دي بناء على الاساس النقدي. ايوه فدي كلها اصول. طيب نجعل العمليات التمويليه تستفيد منها واستغلها. بالضبط. لكن ما متوقع انك يعني في نوعين، النوع اللي انت متوقع انه تستفيد من خدماته بس، والنوع اللي انت متوقع منه دخل. ايوه وبعدين في النهايه تبيعه. ايوه المتوقع منه مع الاصول الاستثماريه المخزون، مع الاصول الاستثماريه هل بتستخدم المخزون نفسه عشان يجيب لك دخل زي ما تستخدم المبنى عشان تأجره؟ الشبكة يا أستاذ ما سامع. المخزون مقطع. أيوة المخزون. أيوة المخزون هل هو أصول ثابتة ولا أصول متداولة؟ الأصول الأصول المتداولة. متداولة مضبوط. المباني أصول ثابتة ولا أصول متداولة؟ المباني أصول ثابتة هي المباني الأساس ال... أي بس أنا بسألك بس، هل هي أصول ثابتة ولا متداولة حبيبي؟ أصول ثابتة. بالضبط كده، عشان أنا عايزك عايزين تميزوا ما بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة. الأصول الثابتة دي أنا عايز أستفيد منها في إيش؟ أستفيد منها من خدماتها أو أعمل استثمارات تجيب لي دخل واستفيد من قيمتها بعدين لما أبيعها. أبيعها مستقبلا استفيد منها. بالضبط كده. بالضبط كده. طيب دي عمليات إيش؟ استثمارية. طيب الحين أنا بسألك وقول لي نوع العملية، خلي بالك معي. قول لي نوع العملية، هل هي عملية تشغيلية أم عملية استثمارية؟ أيوة. طيب بيع المخزون. بيع المخزون. عملية تشغيلي ولا استثماري؟ تشغيلي. تشغيلي مضبوط. تشغيلي. تحصيل البضاعة، تحصيل القيمة من العملاء. تشغيلي. تشغيلي. تمويلي. تشغيلي. تشغيلي. تشغيلي نعم. ماشي معلش الأستاذة تخلينا مع يعني بعده على طول، بعده على طول أستاذة مين؟ نجوى. أستاذة نجوى بعده على طول، خليك جاهزة. تمام. آه أستاذي خليفة. نعم. ممتاز جدا. العملية الأولى قلت لي تشغيلية، تحصيل مبلغ من العميل عملية تشغيلية ولا استثمارية؟ تحصيل مبلغ من العميل عملية استثمارية. تأكد منها. تحصيل من العميل تمويلي. لا تشغيلي. لا من ضمن عملياتك اليومية. عملية تمويلية يا أستاذ. لا ما تحصلت على. لا 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 هدي عمليات إيش؟ تشغيلية. التشغيلية اللي هي العمليات العادية اللي أنت بتقوم بها كل يوم. ها اشرح لك بعد شويه برجع لك يا خليفه. يا استاذ انا سمعتك في محاضره لا لا بعد شويه بوضح لك العمليات التمويليه ايش. السلام عليكم. خليفه ركز. محمد خليفه ركز. السلام عليكم يا استاذ. مرحبا. بس مداخله معك فيروز ابراهيم. يعني انا مثلا اشوف انه الحاجات اللي بتخص الموردين والعملاء ديل عمليات تشغيليه، لكن الحاجات بتخص مثلا الاصول الثابته دي عمليات استثماريه. بالضبط كده. ما هو ده انت فيروز ولا مين؟ فيروز ابراهيم. نعم نعم لخصتها لك يا خليفه. قالت لك العمليات بتخص العملاء والموردين هي عمليات تشغيليه، والعمليات اللي بتخص الاصول الثابته هي عمليات استثماريه. واضحه كده بالنسبه لك يا خليفه؟
خليفة الو حبيبي واضحة بالنسبة لك؟ لا واضحة. طيب معناه تحصيل من العملاء. تحصيل من العملاء. طالما عملاء معناها تشغيلي. 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 سددنا للمورد، العملية دي تشغيلية ولا استثمارية؟ تشغيلي. تشغيلي مظبوط. شرينا أيوه. كمبيوتر. تشغيلي. لا. تأكد منها. الكمبيوتر أصول ثابتة. طالما أصول ثابتة معناها عمليات استثمارية. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. أنا دائما يا أخوانا اسمحوا لي بس الشخص اللي عنده لبس لسه بركز عليه. أيوه. لأنه لو هو اتضحت له الحكاية بعد كده بتكون متضحة للكل. أيوه. فخليفة معلش أنا بركز عليك. تمام كويس. أصلا جاوب أي إجابة إن شاء الله غلط صح جاوبا إحنا بنصححك. تمام. طيب اشتريت مبنى تشغيلي ولا استثماري؟ شراء مبنى استثماري. استثماري مظبوط. بعت كمبيوتر بعته كمبيوتر وأنا ما شركة ببيع كمبيوترات. بعت كمبيوتر. أيوة. من أصولك الثابتة. من أصولي الثابتة. تمويلي. استثماري. مظبوط. السلام عليكم. مظبوط. نت تعبه شوية. النت تعبني شوية والله. عارف. أستاذ نجوى. تفضل حبيبي. معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. في واحد كان بدأ كلامه خليه يواصل. تفضل يا أستاذي. أنا داير أوجز حاجتين يا أستاذ عثمان. نعم. بالنسبة للأشياء ذات العمليات التشغيلية والعمليات الاستثمارية. رد بإجازة محمد خليفة. محمد خليفة أي أصل عندك ما قاعد الغرض منه البيع والشراء يعتبر أصل استثماري لأن البروف بيقول لك إنه الكمبيوتر ده ما قاعد ما يعني ما بخش الستوك وبتبيعه تاني هو كان واحد من الأسد أو من الأصول بتاعتك معناته أيوة. عملية استثمارية وليس تشغيلية. التشغيلية شيء في المخزن بتخش في عندك المخزن من المورد بتبيعه لمورد آخر معناته income or outcome حاجة دخلت وطلعت لكن الكمبيوتر من الأسد أو من الأصول أي حاجة ذات منفعة للشركة من الأصول وتعتبر أصول استثمارية وبمعنى ذلك تعني عملية استثمارية وليس تشغيلية. يا سلام عليك الله يحفظك الله يحفظك ويزيدك علم. أستاذ نجوى يا دكتور. نعم حبيبي. هي طبعا الأصول الثابتة المفروض تكون شاملة يعني الإضافات والاستبعادات يعني أنت في السؤال اللي سألته هسي لخليفة. يا سلام كلامك على أساس أنك أنت تم yes. يعني عندي أنا دي إضافة عندي استبعاد yes. يلا الإضافة الإضافة والاستبعاد طبعا إذا كان بزيادة أو بالنقص هي بتخش معي أنا في العملية الاستثمارية. السلام عليك والله تخيل أنا كان عايز أقول اللي هو إيش أي حركة بتحصل في الوصول الثابتة سواء كانت داخلة أو خارجة هي عملية استثمارية. مظبوط. مظبوط. يلا صدى نجوى. نعم. نجع العمليات التمويلية. العمليات التمويلية هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن العمليات اللي أنت بتتحصل فيها على مبالغ نقدية وطويلة أجل يعني هي حتتسدد طويلة أجل وإنت مقابلة
ما حت يعني حتسلم بضاعه يعني زي مين مثلا زي خط القروض البنكيه خط قرض من البنك هل انت بتسلم البنك بضاعه لا التزامك ايش لما تاخذ قرض ما هو التزامك لما اخذ قرض ينشا عندي نقديه والتزام والتزام التزامك متمثل في ماذا يعني يجب عليك انك تفعل ماذا اسجل النقديه في الاصول وقرض طويل الاجل في الالتزامات نعم معناه التزام عليك انك هذا المبلغ ترجعه لمين ارجعه للجهه المقرضه للجهه المقرضه معناه هذا قرض طويل اجل دي أنشطة نعم. تمويليه ايضا بمولك منو ثاني غير البنوك المساهمين 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 دي لما يدوك قروش هل بيقولوا لك بيقولوا لك ادينا بضاعه مقابله ولا بيقول لك شنو لا تصبح جزء من حقوق الملكيه الاونر ايكويتي بالنسبه لهم تصبح جزء من حقوق الملكيه اذا معنا اللي هي معنا لو جينا هنا رجعنا عملنا نفس الحكايه عشان نشوف ايش عشان نشوف الأنشطة التمويلية وين والأنشطة التشغيلية وين والأنشطة الاستثمارية وين جينا في ميزانيتنا يلا أستاذ نجوى نعم لما قلنا الـ current assets والـ current liability أنا دائما بكتبهم كده اللي هو CA و CL نعم الـ AR الـ cash sorry الـ AR الـ inventory الـ AP الأكروال كل الحركات اللي بتحصل هنا نعم طبيعتها ايش استثمارية ولا تمويلية ولا تشغيلية فيها التمويلية وفيها التشغيلية لكن الحساب نفسه هنا كلامك سليم الحساب نعم. دي نعم الكاش انا فاهم كلامك 100% نعم تمويلي لا للكاش ما تمويلي الكاش هل اداك قرض لا ما اداني قرض ما اداك قرض نعم الكاش بتستخدمه في العمليات ولا لا بستخدمه ومستخدم معه ناس ثانيين جماعة نعم. ثانيين بيستخدموا معه اذا نعم. ده تشغيلي نعم الكاش تشغيلي اذا الكاش اي شيء تشغيل اي شيء موجود في الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتي هم ايش تشغيلي نعم طيب الأصول الثابتة سواء زادت ولا نقصت قلنا سمينا النشاط إيش النشاط في الأصول الثابتة الأنشطة تمويلية لا استثمارية استثمار المباني نعم المباني أيوة. المعدات الآلات نعم أيوة اللونز اللونز تمويلي نعم معناها owners equity وثان عندنا اللي هم بيجينا من ال owners equity ال shareholders الأسهم ال owner equity بالضبط الكابيتال نعم رأس المال إذا ميزانيتي أنا بتوضح لي إيش شوف في أنا أستاذ نجوى نعم بتوضح لي أصولي هنا نعم أصول وبعد كده إيش هذه التزامات أو نعم. خصوم نعم وحقوق ملكية معناها الأنشطة الثلاثة اللي في البزنس التشغيلي والاستثمار والتمويلي نعم. هم موجودين وين أنا بقدر أقراهم من البالانس شيت البالانس شيت نعم يعني لو أنا مثلا الكاش عندي أنا هنا الكاش زاد نعم. مين لي أنا بتوقع أنه الكاش يزيد من وين هل متوقع يزيد من بيع الأصول والله من العمليات الحاجة من الطبيعية من العمليات متوقع من العمليات نعم لأنه أنا لو بعت الأصول وزدت بيع الكاش معناها أنا البيزنس بتاعي زي اللي كانه بهيد فيه ما ببني نعم. شايفة؟ طيب نعم. معلش نواصل نعم. شكرا يما الله يرضى عليك الله يحفظك بعد كده within the chart of accounts يلا خلوا بالكم بعد كده within the chart of accounts اللي هو دليل الحسابات
chart of account دليل الحسابات اللي هو اللي تكلمنا عنه, the balance sheet اللي هو ال balance sheet accounts اللي هو حسابات ال balance sheet are listed first followed by the income statement accounts. يعني في دليل الحسابات لما نجي نعمل دليل الحسابات أول شيء بنحط إيش؟ بنحط الأصول نديها رقم واحد, بعده نعمل liabilities, بعده بنعمل owner's equity, بعده بتجي income statement أو اللي هو بنود income statements, revenues, expenses, gains, losses. أنا الحين ماشي لإيش؟ ماشي على التفصيل, خلوا بالكم. وبيجي هنا على الأسيتس, الليابيليتيز, الأونرز إيكويتي, الريفينيوز أو الإنكم, الإكسبنسز, الجينز, اللوسز. لما أتكلم هنا على الريفينيوز بعني بيها الإيرادات من النشاط الرئيسي. المفترض أضعها فين؟ في الريفينيوز, النشاط الرئيسي, النشاط الرئيسي اللي انت شغال به. فانت في شركة بتبيع مثلا بضايع بيقول عليه ريفينيو لما تسجلها, لما تبيع البضاعة, البضاعة اللي انت شغال عليها الرئيسي. الجينز هنا هي اللي بيسموها المكاسب, ودي بالذات لما تجيبك دخل لكن ما من النشاط الرئيسي. مثلا زي ايش استاذ نجوم؟ معليش ثاني تعالي مره اخرى. انشطه غير العاديه مثلا, يعني زي شنو؟ مثلا شركه تتاجر, شركه تجاريه, اوكي, تبيع سياره, عندها سياره بعد فتره من الزمن بعت السياره, هي ما اساسا بتبيع في السيارات. يا سلام عليك. بعت السياره. نعم. واللوسز هنا معناها باعت السيارة بقيمة أعلى من قيمتها الدفترية. نعم. كسبت فيها, يعني لو قلنا باعتها بألف وتكلفتها التسعونية. في جينز. في جينز. والعكس. العكس, يا سلام عليك, لو قيمتها هي باعتها بتسعونية وقيمتها ألف. لوس. لوس. هل هذه الجينز واللوسز؟ هل هي ذي النشاط الرئيسي بتاعها؟ لا, ما هو النشاط الرئيسي بتاعها, لكن بالرغم انت جاله منه ايش؟ جاله منه انكم, المكاسب. نعم, معناها المكاسب واللوسز ما مفترض نضعهم مع مين؟ مع الريفينيوز. الريفينيوز تشمل ماذا؟ مثلا شركة بتبيع, النشاط الرئيسي ثلاجات. نعم, مفترض المبيعات حقت الثلاجات تصنف مع مين؟ على الأنشطة الرئيسية, الإيرادات العادية. الإيرادات العادية. نعم. مضبوط. ثاني بيجوا على إيش؟ على expenses. على expenses. ده لما أجي أضع الدليل الحسابات اللي تكلمنا عنه أمس. دليل الحسابات. معناها أنا أشوف يا أستاذ نجوى, أنا عندي كم تصنيف بسجل فيهم؟ عندي 5 تصنيفات. 7. نعم. 7. 7. 7. لأنه لو جيت سألتك وقلت لك 5. نعم. وقلت لك 5. نعم. أقول لك شركة تجارية بتبيع ثلاجات, باعت سيارات, حسجلها لي وين؟ ها؟ يا بتبيع سيارات, بتبيع ثلاجات وباعت سيارات في أنشطة عرضية, أي أنشطة غير عادية. معناها بسجلها وين او بصنفها وين؟ بصنفها في الجين, في الجين اور لوسز. الجينز اور لوسز, عشان كده انا قلت لك 7. نعم, اي بالاضافه الاثنين دول, دي الانشطه العرضيه دول. نعم, بالضبط. نعم, لو عملت السبعة دول بتشمل فيه كل المعاملات دلوقتي. ايش؟ طيب, بعنا بضاعه, المخزون, اشترينا المخزون, اشترينا مخزون, سوري, اشترينا مخزون. اللي بيزيد من السبعة دي ليش؟ بيزيد الريفينو. لا, اشترينا مخزون. اشترينا الاكسبنسز نمبر 5. لا,
اشتريت مخزون خزنتيه. ده الاسيت نمبر 1 اسيت. نعم مضبوط. نعم. سددت للمورد حيكون من الليابيليتيز. الليابيليتيز والاسيت مضبوط. نعم. جاك راس المال. نعم في الاونر ايكويتي شير هولدرز. من الاونر ايكويتي نمبر 3. نمبر 3. نعم. بعت بضاعه ريفينو اذا كان من الانشطه العاديه. يا سلام عليك. بعت بضاعه معناها لما اقول بضاعه معناها النشاط رئيسي. نعم. دفعت رواتب اكسبنسز. اكسبنسز. بعت سياره وخسرت فيها لوسز نمبر 7. 7. اشتريت سيارات. نعم. اشتريت سيارات. اشتريت سيارات اسيتس نمبر 1. اسيت نمبر 1. أخذت قرض من البنك. حتى قرض liabilities. liabilities. حصلت أرباح خلال السنة. أرباح خلال السنة بوديها الأونر إيكويتيز. بوديها الأونر إيكويتي. دلوقتي أنا عايز إيش؟ هنا تكلمنا عن فردة واحدة من القيد. أنا عايز دلوقتي إيش؟ اللي هم الاثنين الاثنين اللي بتأثروا. يعني الطرفين بتأثروا. اشتريت بضاعة بالآجل. اشتريت بضاعة بالآجل. مين اللي بتأثر في الحسابات هنا؟ الليابيليتيز اللي هو الأكاونت بيبل. نعم. والأسيتس. والأسيتس أيوه. أيوه بالضبط. زيادة في الانفنتوري وزيادة في الليابيليتيز. زيادة في الليابيليتيز وزيادة في الأصول. نعم. استلمت مبلغ من عميل. لاحظي ده الاثنين. نعم. استلمت مبلغ من عميل. نعم. ها بيأثر على الاثنين increasing assets and decreasing liabilities. لا استلمت مبلغ من عميل. استلمت مبلغ من عميل. من عميل اذا مبلغ يعني نقدا كاش. نقدا كاش زين. حيكون في زياده في assets ونقص في assets. اللي هو زيادة في الكاش ونقص في الأكاونت ريسيفبل في المدينون العملاء. المدينين بالضبط. نعم. كده سددت لمورد نقدا. نقص في الأسيت ونقص في الليابيليتيز. النقص في الأسيت وين؟ في الكاش. والنقص في الليابيليتي وين؟ أكاونت بيبل. أكاونت بيبل. نعم. أخذت قرض من البنك. دي أخذت قرض مش في الليابيليتيز. ايوه نعم. وثاني والاسيتس قرض من البنك والدوك له كاش. في التو وان اسيتس الكاش في الاسيتس والليابيليتيز في اللونز. بالضبط كده. بالضبط كده اللي هم الاسيت والليابيليتي الاثنين. نعم. الاسيت انكريز انكريز الاسيتس انكريز اللونز. نعم. اللونز الالتزام اللي عليه زاد ديبت الكاش وكريديت الليابيليتيز. نعم بالضبط كده. فدول نحن السبعة اللي بنرحل فيهم وبعد ذاك تفاصيلهم. نعم. هنجي داخلين على تفاصيلهم. مشكورة. شكرا. طيب نجي على بناء على مبدأ الديبت والكريديت. شباب في حد عنده سؤال في النقطة دي بالذات اللي هي البالانس شيت ومكونات السبعة والمعاملات من إلى؟ لأنه دي حسبنا عليها بعد شوية الديبت والكريدت. في أي واحد عنده أي سؤال في الأصول لما أقول لك assets ماذا أعني؟ liabilities ماذا أعني؟ owners equity ماذا أعني؟ revenues expenses gains losses. أنا عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لل قبل قلت في المرتبات هي expenses. expenses. طيب نحن مبارح في المحاضرة على ما أذكر إنه الاستحقاقات العاملين بتعتبر التزام على المؤسسة. أيوة صح؟ الله يرضى عليك. سؤالك جميل بشكل غير عادي. تسلم. كلامك سليم 100%. تعتبر إيش؟ تعتبر التزام على المؤسسة. مظبوط؟ أيوة. لكن احنا اي قيد
نحن اليوم قلنا إيش؟ الموظفين دي أنا بدفع لهم رواتب وبستفيد من خدماتهم. الخدمة اللي أنا استفدت منها دي بستهلكها. لما نقول استهلكها معناها القيمة المستهلكة بتمشي وين؟ تمشي هالمنال، هل بتمشي إيراد ولا بتمشي expenses؟ expenses. ومستحقة لمين؟ مستحقة للموظفين. موظفين. الاستحقاق حق الموظفين ده asset ولا liability عليك؟ liability. بالضبط. عشان كده هي بتعسل عليك في منطقتين، بتعسل عليك في منطقة الاكسبنسز وبتمثل عليك في منطقة الاكروال الليابيليتي. طيب القيد بيكون كيف لما اجي من حساب الاكسبنسز، من حساب الاكسبنسز الى حساب الليابيليتي؟ ايوه صح ولا لا؟ من حساب الاكسبنسز للليابيليتي. ايوه. والنقديه وين هنا؟ مش النقديه لسه انا ما دفعتها. اه لو دفعتيها ها، لو دفعتيها هل انت لما تدفعيها هل بتدفعي تسلمي الاكسبنسز ولا بتسلمي اللي قدم لك الخدمه؟ بسمي اللي قدم الخدمه. يا سلام عليك. معناها انت بتسددي الليابيليتي، وديك معاملة ثانية غير عملية الاستحقاق اللي تكلمنا عنها الليلة. صح ولا لا؟ أيوه. فإذا هم عمليتين يا منال منفصلتين، وأنا عايز النقطة دي تكون واضحة بالنسبة للناس. أيوه. الإيرادات يا منال لما نجي نسجلها أول شيء بنسجل الاستحقاق، بنقول من حساب العميل الـ AR لحساب السيلز. دي بسجلها 200، بسجلها لما أنا أسلم البضاعة للعميل. الحسابين اللي تأثروا، الحساب العميل أنا بسجل عليه القيمة، وبسجل في المبيعات في دفتر المبيعات بقول مبيعات. لما أحصل من العميل يا منال، هل بسجلها مبيعات ولا بخفض بها حساب العميل؟ بنقص بها حساب العميل. بالضبط. والحساب الثاني اللي عندما اسدد الحساب الثاني اللي تاثر ايش؟ حساب الخزنه بينقص. ايوه اللي هو الكاش. اي معامله فيها ايش؟ اي معامله على الاقل فيها طرفين. اي معامله فيها طرفين نحن هنقول يعني بعمل قيدين؟ لا قيد واحد بس. القيد اللي هو بقوله من حساب كده الى حساب كده، ديل الطرفين اللي انا بقول عليهم. ايوه من الى ده الطرفين. هسه لما تجي انت اي معامله تجي تعمليها، مشيتي اشتريتي شيء من البقاله، انت ايش؟ انت مشتري وبتاع البقاله بايع، مش طرفين ولا لا؟ طرفين. لما يجي يسدد لي عميل في طرفين هنا تاثروا، والطرفين ما هم اشخاص، حسابات عندي انا. أيوة. حسابات عندي أنا، فزي ما قلت الطرفين هم مين؟ حساب العميل، حساب الخدمة. صح ولا لا؟ صح. عشان كده نحن بنقول إيش؟ الديبت والكريديت، فلازم تخلي بالكم لها. الديبت والكريديت، نجعل الديبت والكريديت after you have identified the two or more accounts. بعد ما مثلا زي ما الحين اتكلمنا مع أستاذة نجوى مع أستاذة منال، لازم المعاملة أول شيء تعايل لها تحدد الطرفين هم مين، الطرفين اللي في المعاملة دي مين هم involved in business transaction. لازم تعمل debit لواحد وتعمل credit at least one account، يعني ممكن طرف الأطراف تكون أكثر من واحد، ما شرط أن يكونوا طرفين بس، ممكن يكون أكثر من واحد. الديبت دائما اللي هو نحن باللغة الإنجليزية الديبت بنقول ديبت على الليفت سايد بتاعنا نحن، الديبت كده.
لكن في العربي بنقول من حساب، والكريديت بنقول هنا ده في الليفت سايد بنقول كريديت، هنا ده بالانجليزي بنقول من حساب الى حساب، من حساب كده الى حساب كده. انا يعني بختصر لك الحكايه بايش؟ بالكاش ترانزاكشن. مختصر لك يعني جزء كبير جدا من المعاملات اللي بتحصل فقط في الكاش ترانزاكشنز، وبديك بها اكزامبل. بالنسبه الكاش لما يزيد، الكاش بيزيد معناها انت استلمت كاش، الكاش زاد، بتقول من حساب الكاش او ديبت الكاش. والكاش لما ينقص ما بقول عليه ديبت، بقول عليه كريديت. معناها الكاش بيزيد بالديبت وبينقص بالكريديت، مظبوط؟ الكاش بيزيد بالديبت وبينقص بالكريديت. عايز استاذة منال، استاذة منال ايوه يعني خليك معي. الكاش لما يزيد بقول من حساب الكاش، يعني معناه عملت ايش؟ ديبت. لما ينقص بقول الى حساب الكاش. ايوه لحد هنا كويسين؟ تمام. طيب الكاش مع الأصول ولا مع الالتزامات؟ الكاش مع الأصول. معناها الكلام ما ينطبق على الكاش ينطبق على كل الأصول. أيوة. معناها الأصول لما تزيد بقول من حساب الأصل. معناها إذا اشتريت أصول ثابتة، معناها هنا الأصول زادت ولا نقصت؟ الأصول زادت. بقول من حساب ولا إلى حساب؟ بقول من حساب الأصول إلى حساب الخزنة مثلا. مثلا الأصول لما تنقص بقول إيش؟ إلى. أيوة. ها؟ أيوة تبقى داين، تبقى داين. إذن كل الأصول بتزيد بالديبت وبتنخفض بالكريديت. إذا معناها تستشفي من ده يا أستاذة منال الآتي، ماذا يحصل في الالتزامات عندما تزيد؟ التزامات عكسها تماما. أيوة. عكس ديك. ها؟ إذا الالتزامات زادت بتبقى ديبت. لا، الأصول إذا زادت بتبقى ديبت. الالتزامات إذا نقصت بتبقى ديبت. أيوة. أيوة. وإذا زادت؟ إذا زادت بتبقى داينة في محلها. تبقى داينة. هي اسمها داينة. هي اصلا داينة. هي اسمها داينة عشان كده داينة. معناها لما اقول داينة معناها هي حاجة بتزيد الدين علي انا، معناها كريديت. او بمعنى اخر اقول كريديت ده مستحق الى. معناها هنا الاصول لما تزيد، خلي بالك الاصول لما تزيد بعملها ديبت، ولما تنقص الاصول بعملها كريديت، والالتزامات عندما تزيد بعملها كريديت، وعندما تنقص الالتزامات بعملها ديبت. مظبوط؟ مظبوط يا منال؟ مظبوط. ايوه. طيب معناها هنا لما اجي اعمل القيد انا اول شيء بشوف القيد، بشوف القيد، بحدد الطرفين، وبعد كده بشوف مين فيهم اللي زاد ومين فيهم اللي نقص. لما اسدد لمورد نقدا، اديني اول شيء حدد لي الطرفين الحسابين اللي تاثروا. لما نسدد لمورد الدائنون بينقصوا، الدائنين والكاش دي الحسابين. اي الكاش بينقص والدائنون بينقصوا برضه. الدائنون بينقصوا. الكاش لما ينقص بعمل داين ولا مدين؟ لما ينقص الكاش لما ينقص بعمله داين. داين. أيوة. قالت انا ما انت عرفت الطرف ده معناها المدين ايش؟ المدين هيكون الداين، الداين والمورد هي الداين.
ايش؟ امسكت الكاش اول شيء. انت عارفي بس الكاش. وين بتخط الكاش؟ الباقي الباقي هين، الباقي ساهل. فين صادين احنا الكاش؟ سددنا كاش، قلت الكاش نقص كريديت. معناها الباي ديفينيشن الطرف الثاني ايش؟ المورد بعمله ايش؟ بعمله ديبت. بعمله ديبت. انا بركز على معاملات الكاش. خلي بالك. ايوه. طيب. حصلت مبالغ من عميل. من الخزنة بتزيد. الاصول بتزيد. الاصول بتزيد. الخزنة بتزيد من حساب. الخزنة بتزيد والدائنون. من حساب الاصول. من حساب الكاش. ها؟ الخزنة بتزيد والدائن والموردين بنقصوا. لا العملاء. العملاء. ايوه اذا الكاش زاد بتقول ايش؟ بتقول من حساب الكاش. اذا حصلت المدينين بينقصوا، العملاء بينقصوا. بالضبط كده. طيب تعقيدك حيكون كيف؟ من حساب الكاش ولا من حساب العملاء؟ حيكون من حساب الكاش الى حساب العملاء. بالضبط. اشتريتي اصول ثابته بالكاش، الكاش حصل له شنو؟ الكاش حينقص والاصول الثابته حتزيد. يعني معناها الكاش هنقص، بقول إلى حساب الكاش. أيوة. ومن حساب الأصول. من حساب الأصول. جالك قرض من البنك، جالك قرض من البنك وسلموك القيمة نقدا، من حساب النقدية لحساب الدائنون. القروض. شايفة بجرد يعني شايفة أنت حددت الكاش، عملت القيد، الطرف الثاني على طول اللي هو الطرف الثاني اللي هو الموجود في المعاملة. أيوة. الموجود في المعاملة، فجاء لك قروض كاش، قلت من حساب الكاش، معناها الطرف الثاني القروض. أيوة. مضبوط ولا لا؟ مضبوط. دول بالنسبة للمعاملات النقدية، خلوا بالكم بالنسبة للمعاملات النقدية. انظر للكاش، زاد ولا نقص؟ بعد ذاك بناء عليها بتقول إذا زاد الكاش من حساب الكاش، إذا انخفض الكاش إلى حساب الكاش، بعدها حط الكمل القيد بتاعك اللي هو كمل القيد بالطرف الثاني من المعاملة. فبتحصل إيش بالغالب؟ بتحصل العمليات اللي بيجيني، العمليات اللي بيجيني فيها نقدية، يلا نشوف المعاملات اللي بيجيني فيها نقدية إن، يلا نشوف المعاملات اللي بتجيني فيها نقدية إن. منال ممكن تعدد لي تقولي على الأقل واحدة من المعاملات اللي أنت بتجيك فيها كاش إن. التحصيل، التحصيل من العملاء. كولكشن. مظبوط مظبوط 100%. كولكشن معناه لما تحصلي قيدك ده إيش بتقول؟ إيش بتقول؟ من حساب الخزنة. النقد إلى حساب العملاء. هل ده مصدر وحيد للكاش الإن؟ لا لا، في مصادر ثاني. ثاني بإيش؟ لما نبيع مخزون؟ لا لا، لما نبيع ولا تبيع، أصل بيع ما نحن نتكلم عن كاش. لما نستلم قرض زي الأسئلة غير الأسئلة. استلم قرض اللي هو ريسيف لون، بقول ايضا من حساب النقد الى حساب، ها، الى حساب الدائنون. انت قلتي بنفسك قرض. لحساب القرض. لحساب القروض. ما حسجلها الى حساب الدائنين. صح. ها الدائنين نفسه ما بده قروش، الدائنين بياخذوا منك. طيب سيل of fixed assets. أيوة. بيع أصول ثابتة. بقول من حساب النقد. إلى حساب الأصول. إلى حساب الأصول. مضبوط. تاني بيجي لك من إيش تاني النقد؟ إصدارسهم. إصدارسهم. يا سلام عليك، اللي هي إيش؟ الكابيتال. بقول من حساب النقد الى حساب الكابيتال. طيب
الاونر بتاع البيزنس جاب لك مبلغ قال لك ده دين عليك، الاونر قال لك لون ما قال لك كابيتال، استلمت المبلغ بتقولي من حساب النقد. اذا حساب الايكويتي، لا الايكويتي ده التصنيف الكبير. ايوه لكن تحت الايكويتي بتقول ايش؟ جاري الشريك. على حساب جاري الشريك، صح جاري الشريك مضبوط ولا لا؟ صح. ده الكوليكشن تقريبا كلهم ايش؟ من حساب النقد، دي عارفينها. يبقى لي الباقي اللي هو الى حساب كده الى حساب كده الى حساب كده الى حساب كده، معناها المعامله الاولى فسريها لي او اشرحيها لي، ماذا حدث في المعامله الاولى؟ المعامله بتاعه تسديد العملاء دي. ايوه يعني مثلا انا بعت لعميل عندي بضاعه خط في مخطوطه في المخزون، بعت لعميل ما دفع لي طوالي، فسجلته سجلته كمدينين يعني مدين بالضبط. بعد فتره هو جاء سدد لي الحاجه اللي عليه، معناها دي تسديد، دي تسديد من العميل. ايوه طيب المعامله الثانيه، المعامله الثانيه، المعامله الثانيه لما نقترض من بنك، من بنك مثلا. يا سلام عليك، حساب النقد لحساب القروض. طيب المعامله الثالثه، المعامله الثانيه لما نبيع اصل، لما نبيع اصل. ايوه حساب النقد. المعامله الرابعه اصدار الاسهم، اصدار الاسهم. المعامله الخامسه، المعامله الخامسه لما واحد من الملاك يضع عندي قروش كدين عليا. بالضبط. دول كلهم عملت فيهم الكاش مدين ولا داين؟ الكاش مدين، كلهم عملت فيهم الكاش مدين. أيوة. نجد الوقت ايش؟ متى انا اضع الكاش داين؟ الكاش بيكون داين لما ادفع، لما ادفع، اللي هو دي معناها اوت فلو. ايوه مبالغ اوت، الكاش دائما، ها الكاش دائما بكون داين. أيوة. معناها هنا هل ممكن اسدد دي الى حساب النقد؟ ايوه الى حساب النقد، الى حساب النقد، الى حساب النقد، الى حساب النقد. معناها ممكن يا منال اقول للكمبيوتر يا كمبيوتر اذا الكاش نقص اعمل لي القيد ثابت الى حساب النقد، ممكن ولا لا؟ ممكن هي تتبرمج. طيب نجي بعد ذاك ندفع. معلش غلبناك. نجي ندفع. ندفع، بندفع لانه اول حاجه بندفع لجماعه الاي بي الموردين. ايوه معناها اقول ايش؟ طالما الحساب الى حساب النقد هقول من حساب مين؟ من حساب الدائنون، الدائنون الموردين نقصد. اي بالضبط. اشتريت حسبت دفعت، دي موردي البضاعة، دي موردي البضاعة، أنا عايز موردي الخدمات اللي هم الأكروال، فهقول هنا من حساب إيش؟ مثلا. من حساب الأكروال. اشتريت أصول ثابتة، قيدي كمل القيد، من حساب الأصول إلى حساب النقد. ثاني بدفع شنو؟ ثاني بسدد القروض اللي عليه. يا سلام عليك، بيع اللون، يا سلام. من حساب القرض إلى حساب النقدية. طيب جيت دفعتها وزعت أرباح للشركة، من حساب النقدية إلى حساب جاري الشريك. لا من حساب اللي هو من حساب يسموها توزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح، توزيعات أرباح إلى حساب، وهكذا.
دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعمليات النقديه. واضحه يا شباب؟ بس اللي هو هنركز بس فقط على العمليات النقديه يا شباب، هنركز فقط على العمليات النقديه. في اي واحد عنده اي مثال والله يشرح بكلماته، انا عايز واحد يشرح لنا بكلماته هو، عشان ممكن يوصل الفكره افضل من هنا. بالنسبه للكاش المعاملات النقديه، ابازر بازر السلام عليكم حبيبي، كيف اخبارك؟ في نعمه والله الحمد لله. انا عايزك دلوقتي تشرح للناس دول العمليه المدين والدائن بالنسبه للمعاملات النقديه، فهمت منها شنو؟ طيب بالنسبه للنقديه عموما، اي كاش طلع من الخزنه هي النقديه عموما، هي مدينه. اي نقص في النقديه بيكون في الجانب الثاني اللي هو الجانب الدائن، والعكس صحيح. نعم. يعني انا كل ما ادفع لي سواء كانت عمليات استثماريه او تمويليه او عمليات تشغيليه، طالما انا دفعتها النقديه بتكون في الكريدت. نعم. والعكس صحيح، اي مبلغ بيجيني سواء كان من عمليات تشغيليه كارباح او جاني مثلا من عمليات تمويليه زي القروض، جاني من عمليات استثماريه، بعت اشياء ما من نشاطي الاساسي، الخزنه بتكون ستيل في نفس تصنيفها اللي هو الديبت، بتزيد في الجانب المدين. مظبوط. يعني بقول من حساب النقديه الى حساب، بقول من حساب مثلاً النقديه اللي جاب لي الكاش دي. طيب بازر، هل لاحظت في دوله كلهم في اي من حسابات الانكم ستيتمنت، هل هناك اي حساب مبيعات والله مصروفات والله شيء في القيود اللي عملناها دي؟ ما ظاهر بصوره مباشره، ما ظاهر بصوره اصلا، ما فيش في بنود الايرادات والمصروفات اصلا، ما بتقابل مع الكاش، لان احنا شغالين بناء على مبدا الاكروال اصلا. لا يمكن تقول لي من حساب النقدي الى حساب المبيعات. واحد يجي يسال يقول لك طيب مبيعات نقديه، اقول لك مبيعات نقديه دي نوعين، دي معاملتين. المعامله الاولى هي اسجل الاستحقاق على العميل لما اسلم البضاعه، والمعامله الثانيه هي عمليه تحصيل. فدول الاثنين مختلفين، عمليه البيع وعمليه التحصيل، دي العمليتين منفصلات. لانه ممكن زي ما قالت لك منال، انا ابيع للعميل واستلم منه بعد فتره. اما المبيعات النقديه عمليات البيع اللي هو اكمال عمليه البيع واكمال عمليه التحصيل، حصلت في نفس الوقت، حصلت في نفس الوقت، لكن انا محاسبيا بقسمها لجزئين. جزء البيع لانه شروط انه اسجل مبيعات، انه اسلم العميل، ما انظر لايش، ما انظر لانه سدد لي ولا ما سدد. فبسجل هنا المبيعات، اول شيء بسجل قيد المبيعات، وقيد المبيعات واضح بعد شوي حنجي اتكلم عنه، ويجي بعد ذاك عمليه التحصيل. يلا بازر معك يا دكتور حبيبي، معلش برضه بغلبك شويه. الله يعزك، الله يحفظك يا ابو. طبعا زي ما شايفين اللي هو في هنا، ممكن انا احتفظ بالشاشة دي، الشخبطة دي ممكن احتفظ بها وممكن الغيها، فدايما بقول ايش اللي بحتفظ بها عشان ارجع عليها. طيب الميزة اللي في دول اللي هو ما زي السبورة بتمسحها وتاني تجي تكتب فوقها عشان تكتب تاني لازم تمسح. ايوه طيب، انا عمليات المبيعات والمشتريات من واقع الكاش فلو اصلا ما بتصار معي. يس. يعني انا بس الرئيس في الربح، بعد ذاك انا باجي للمصاريف، باجي للانشطه التشغيليه. أيوة. ثم الى الانشطه الاستثماريه، ثم الى الانشطه التمويليه. في نهايه القائمه انا عندي المبالغ اللي هي المفروض تكون عندي انا في البنك وفي النقديه.
مفروض تساوي يعني. أنا لما نجي أعمل كاش فلو مفروض كلها تكون ظاهرة معي يعني. أنا لازم المبيعات ما بتخش معي، بخش أنا صافي الربح بس. بالضبط بالضبط. الحين نحن جايين ليش؟ جايين للعمليات الأكل ولا الاستحقاقات؟ ها؟ دي ما في عملية التسجيل الأولى يعني. أنا لما نعمل حاجة أي مصروف مستحق بالنسبة لي بعد ذاك أنا بعد ذاك بتتم عملية السداد اللي هو الكوليكشن. بعد ذاك أنا بقدر في 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 الغوائم في أو في في العملية بتاعت في العملية بتاعت السداد إذا كان استحقاق مصروف أو كذا بعد ذاك بقدر أنا أصنفها في الكاش فلو إذا كان تشغيلية أو إذا كان تمويلية أو إذا كان استثماري. بالضبط كده. من الدين بعدين دي حنجيها بعدين. نحن أول شيء نحن بنسجل الاستحقاق. لأنه ما فيش كاش بيجي إن أو كاش بيطلع أوت إلا بناء على حاجة مستحقة. أيوة. صح ولا لا؟ أيوة صح. فإذا الحين أنا مع بازر حنبدأ عملية إيش؟ الاستحقاقات. نعمل قيودة. كويس. نعمل قيودة الاستحقاق. مظبوط. طيب يا بازر معلش خليني مع بازر. الله يديك العافية. الله يحفظك حبيبي. آمين. بازر. تفضل يا دكتور. معناها نحن هنا قلنا إيش؟ إذا الأصول زادت بنعملها ديبت. صحيح. وإذا الالتزامات زادت بنعملها كريديت. كريديت. أزيد لها الآتي، إذا الإيرادات زادت بعملها كريديت، وإذا المصروفات زادت بعملها ديبت. والشيء الطبيعي أن المصروفات بتزيد وما بتنقص، ده شيء طبيعي. صحيح. صحيح. الإيرادات بتزيد وما بتنقص، يعني الإيرادات إلا إذا كانت إرجاعات، لكن نحن بنفترض أن المصروفات بتزيد وبتنقص. فالمصروف إذا زاد بنعمله مدين ديبت، والإيرادات إذا زادت بنعملها كريديت. كلام سليم ولا لا؟ كلام مضبوط. جميل؟ جميل. إذن بعد كده إيش؟ أجعل المصروفات وأحلل المعاملة. المصروفات أول شيء المصروف بسميه حسب اسمه. مثلا الموظفين قدموا لي الخدمات بتاعت الرواتب وما سددت لهم، قيدي بيكون إيش؟ ما سددت لهم معناها في التزام عليك. الالتزام لما يزيد بعمل إيش؟ الالتزام لما يزيد يكون مدين. لا تأكد. الالتزام الأصول لما تزيد مدينة. الالتزام اللي هو liability عليك. يزيد في الدائن. عفوا. دائن. صحيح. معناها أنا لما أكون في رواتب مستحقة علي بقول إلى حساب الموردين. رواتب. من حساب الرواتب. ليش خلينا الرواتب هنا مدين؟ التزام زاد. التزام زاد. والرواتب لأنها مصروف. لأنها مصروف. وطالما زادت بنخليها إيش؟ من حساب الرواتب إلى حساب الموردين. اللي هم موردي الخدمات. أكول. ها؟ صحيح. إلى حساب الموردين وموردي الخدمات. مظبوط؟ مصاريف الكهرباء جاتك فاتورة كهرباء ما سددتها. من حساب مصروف الكهرباء لحساب موردي الخدمات. من حساب مصروف الكهرباء. مصروف خلينا نتمل مين؟ إلى حساب موردي الخدمات اللي هم أقول إيش؟ شركة الكهرباء. أنا عايز أفتح لها حساب.
جاتك الصيانة، واحد قدم لك صيانة من حساب مصروفات الصيانة إلى حساب موردي الخدمات أو الجهة اللي قدمت الصيانة. الجهة اللي قدمت الصيانة مضبوط. تواصل معهم. ها؟ إذا كان عندي معهم عمليات متكررة ممكن أفتح لهم حساب. إذا عندك عمليات مستمرة ممكن تفتح لهم حساب مع مين؟ مع الموردين أو الأكل أو الأكلول أو الأكلول. مضبوط؟ مضبوط. طيب ثاني المصروفات شنو الممكن هو الرواتب. الرواتب كلها كلها اسمها ايش، كل المتعلقه بها، الرواتب بدل السكن كلها اللي هو اللي بيقدمها لك الموظفين. ممكن اضيف معاه نهايه الخدمه برضو. نعم نهايه الخدمه بتصنف برضو تحت التصنيف ده. ايوه لما أقول رواتب معناها بعني بها كل حاجة. بالأحرى بيسموها هنا مستحقات الموظفين أو منافع الموظفين، ودي بسجلها 200. القيد ده بعمله 200. هل لما أدفع الرواتب عند استحقاقه؟ عند استحقاقه. كلام جميل. أبازر متى يستحق الموظف راتبه؟ لما يؤدي عمله. متى؟ في الغالب الشهر. ها؟ آخر الشهر في الغالب. آخر الشهر. يا سلام عليك. هل نحن بنجي نقول له عنده عمل بنستلمه منه ولا بس جاء نهاية الشهر بنسجل على طول بيكون خلاص استحقاه، يشتغل ما يشتغل دي حاجة ثانية، دي بالنسبة للمصروفات. صحيح يستحقه في. طيب متى يستحق مورد الكهرباء مبلغه؟ بعد تقديم الخدمة. بعد تقديم الخدمة. بتعرف القيمة دي ايش؟ تعرف القيمة لما تجيك فاتورة الكهرباء، صح؟ صحيح. عشان كده انا بقول لكم ايش؟ يعني انت في نهاية السنة لما تجي تقول الله انا عايز اسجل مصاريف الكهرباء والفاتورة اتأخرت. اتأخرت 3 شهور. هل حتنتظر 3 شهور عشان تعرف القيمة بس؟ والله ممكن دي أعمال تقديرية. أعمال تقديرية حتى أقفل. يا سلام عليك. عشان أنا أهم لي إيش؟ أهم لي أتأكد أنه مصاريف الكهرباء سجلتها كاملة. عشان كده بقول من حساب مصاريف الكهرباء إلى حساب شركة الكهرباء. مضبوط؟ من حساب الصيانة إلى حساب معارف الشركة. فالمصروفات لما تزيد معناها مدين. بشوف الطرف المصروفات بيقدم لك مقدم خدمة. مقدم خدمة. عشان كده نحن هناك يا بازر لما قلنا إيش؟ قلنا أجملناهم كلهم في إيش؟ أكروال. أجملناهم كلهم في أكروال. فلاحظ الموظفين هم الأكروال بالنسبة لي أنا بسميهم هم المزودي الخدمة. بتاع الكهرباء جاب لي الخدمة، بتاع المية جاب لي الخدمة، الصيانة جاب لي الخدمة، المعارف إيش جاب لي الخدمة. مضبوط؟ مضبوط. بالنسبة للإيرادات إذا عرفت الإيرادات، سوري بالنسبة للمصروفات إذا عرفت المصروفات دي أصعب حاجة. صعبة يا بازر ولا سهلة؟ لا لا واضحة جدا. الإيرادات أسهل منها. الإيرادات الدائن فيها المبيعات. آسف على المقاطعة لكن عندي سؤال. تفضل حبيبي. تفضل. بالنسبة للمقدمات هل هي عكس الأكرول المقدمات؟ يس. حساب المقدمات. عكس الأكلول لكن المقدمات فيها إيش؟ مقدمات فيها كاش. فيها كاش الإيجارات مثلا. أيوة. معناها إيش؟ المقدمات هل المقدمات التزام عليك؟ والله هي ماذا؟ المقدم لو تدفع مبلغ مقدم هي باعتبارها أسد تقريبا. باعتبارها أسد. أسد بالنسبة لي. باعتبارها أسد. والله نقطة تقديم إلا أرجع هنا
وهنا كانت معي، كان معي منه في المصروفات في ال... في ال... كانت معي منال. منال ليش ما ذكرتينا بتاع المصروفات المقدمة؟ نسيته. لا ولا ما عندك. بنقول ايش؟ بنقول طالما انه دفعنا الايجار مقدم، بازر دفعنا الايجار مقدم، هل استحق صاحب الايجار المبلغ دي بمجرد انه دفعت له مقدم؟ لا ما بيستحقه، هو اصلا بالنسبه لي موجود عنده، موجود عنده. ممكن في اي وقت معنا. يا سلام عليك، المبلغ اللي انا دفعته له ده مش مقابل خدمه انا بتلقاها منه؟ صحيح، زيه زي الاصول الثابته. ليش انت سجلت الاصول الثابته؟ سجلتها اصول، ها، لانك انت بتوقع تنفع منها. صحيح، فاذا المقدمات دي برضها اصول، لكن بس صحيح. بشكل ايش؟ مقدم، انا دفعت كاش، بسجل اصول، بسميه ايش في الغالب بنسميها ايش يا بازر؟ سميها مصروفات مقدمه. مصروفات مقدمه من حساب مصروفات مدفوعه مقدما، صحيح، الى حساب النقد، الى دي اصلا ما فيها كلام. ليش انا سميته مصروفات مدفوعه مقدمه؟ لانه استفدت منها لسه، لسه ما استفدت منها. ولما نجي نوديها مصروفات، متى اوديها مصروفات؟ ها، مجرد استفيد من الخدمه، مجرد ما استفيد من الخدمه. فلما تجي مجرد ما استفدت من الخدمه، بتقول ايش؟ بتقول من حساب مصروف مثلا، نتكلم عن الايجارات، لحساب مصروفات مدفوعه مقدمه، الى حساب مصروفات مدفوعه مقدمه، لانه ما في كاش هنا ولا في اي شيء. عمليه ليست هنا. لما تسجل يعني دائما زي ما قلت لك، المصروفات كلها لما استفيد من الخدمات، لما استفيد من الخدمات بعملها دائما اللي هو ايش؟ بقيت اكرول. هنا انت سجلت اكرول، ليش سجلت؟ بناء على مبدا الاستحقاق. ليش؟ ها، ما سجلت بناء على مبدا الاستحقاق؟ لانه خلاص الراجل استحق قيمه الايجار. ومين الراجل هنا؟ ليس الراجل العميل، وانما ايش الحساب؟ ايش؟ مصروفات مدفوعه. شكرا على السائل. اللي سائل مين؟ اللي سائل مين؟ ايوه نعم، مين اللي سائل؟ انا مهند. محمد مهند، مهند دراج مهند، مشكور يا ابو الله يرضى عليك. الله يكرمك. عماد الدين، عماد الدين يوسف. هاي دكتور عمر، السلام عليكم. تفضل حبيبي. معليش بس سؤال صغير كده في النقطة دي، بالنسبة للمصروفات المدفوعة مقدما، أحيانا تجي تحصل المحاسب يعني في وقت الغيب نزلها كلها من حساب المصروفات، مثلا الإيجار مثلا، إلى حساب النقدية اللي هو البنك أو الصندوق. أيوه. انا عايز اقفل السنه مثلا، عايز اشوف هل في امكانيه انا اعالج الحاجه دي، وبعالجها كيف على اساس. سلام عليك. اول شيء يا عماد، تسجيله غلط ليه؟ ايوه، اول شيء يعني جاوبني انت، ليه تسجيله غلط؟ هو تسجيله لانه اصلا جزء من المبلغ ده يعتبر لاجلتي، يعني يعتبر مش لايبيلتي، يعتبر اسيت اصلا. لحد الان ما اخذت الخدمه، يعني مثلا هو مقدم بتاع 6 شهور بالضبط، ومره فيه شهرين، يعني مثلا انا الان لقيت مره فيه شهرين، متبقي 4 شهور دي يعتبر شنو؟ على اساس انا اقفل ميزانيتي، او مثلا اجيب البروفيت الله بتاعي. ف معناها بتعكس. يا سلام عليك، بتعكس قيدك. هو قبل لما سجل ايش؟ سجل قال من حساب المصروف، المصروف الى حساب النقديه، حساب البنك. تمام، انت عايز دلوقتي تخفض المصروف، معناها أيوة. بتعكس ايش؟
بتعكس جزء منه، بتقول إلى حساب المصروف، من حساب المصروفات المدفوعة مقدما، من حساب المصروفات المدفوعة مقدما. في حالة زي دي المصروف طبعا جانا كريدت بالضبط. يعني مثلا كان قول 12,000 دفع عليك مقدم ومرت سبعة شهور، سبعة شهور معناها في خمسة شهور دي مقدم، خمسة شهور ما مرت. أيوة باعتبار أسد يعني. هقول إيش؟ هقول 5,000 هنا إلى حساب المصروف، 5,000 المصروف دلوقتي إيش؟ سجلت عليه 12,000 وخفضته ب 5,000 بقى إيش؟ بقى صافي كم؟ 7,000 تمام. مظبوط. من حساب المصروفات المدفوعة مقدمة الإيجارات مثلا. أي ما أنت عايز تعمله؟ شبكة. والله يسأل. الشبكة بتقطع الظاهر في المشكلة. تعكس قيدك الأول. أيوة. تعمل مدين وتجي تعمل قيدك الصحيح، لكن في طريقة ثانية زي اللي عملناها دي، بس فقط اللي هو أعكس الجزء اللي أنا عايز أصححه. ولا طريقة ثانية صحيح على 5,000 صححتها بس بقيت خليت باك زي ما هو. تمام. والطريقة الثانية كيف؟ لأن النت صراحة كان بيقطع الكرة. وتعمل واحدة جديدة واضحة؟ طيب نجي على استحقاق الإيرادات. تفضل حبيبي. يمكن الصورة دي تتضح أكثر لو تناولنا المبادئ، مبادئ المحاسبة. يعني قبل شوية المصروفات ما سجلناها كاملة لأنه حسب مبدأ المقابلة المصروف كل شهر حسب الخدمة اللي استفدتها سجل عليه المصروف اللي أنا دفعته. بالضبط. لكن هنا بنقول إيه؟ مصروفات حسب البيريود اللي حصلت فيها، حسب السنة، السنة اللي حصلت فيها. كل طيب. كل سنة أحملها بمصروفاتها. بعدين كان إن شاء الله بوضح لك النقطة دي يعني بطريقة واضحة جدا. طيب الإيرادات أبادر حكي بكر. يلا حبيبي أزعجون الجماعة دي. لا لا عادي، تدخلات جميلة جدا. لا لا تدخلات جميلة أجمل من جميلة. أنا بشكرك يا أستاذ مهند، بشكر الأخوان والأخوات اللي تدخلوا قبل كده. الريفينيوز الإيرادات، الإيرادات دي دائما اللي هو إيش؟ الإيرادات دائما دائنة إلى حساب الإيراد، دائما الإيرادات دائنة إلى حساب الإيرادات، دائما الإيرادات دائنة. أوكي؟ صحيح، دائما الإيرادات دائما. فمعناه بقول إلى حساب الإيرادات. خلينا واصل فيها اللي هو بقول إيش؟ فالمبيعات في قيد ثابت، فالنسبة للمبيعات من النشاط الرئيسي في قيد ثابت، بقول إلى حساب المبيعات ومن حساب العملاء، من حساب إلى حساب الإيرادات ومن حساب العملاء. ده ثابت حتى تثبته في ايش؟ حتى تثبته في الكمبيوتر، دخلت برنامج ثابت. اي لما تحصل 200 انا بسجل يا بازر، بعمل القيد ده 200 عندما استحق المبلغ. ومتى انا استحق المبلغ؟ بمجرد تقديم الخدمه او السلعه للعميل. بالضبط. يعني لما خلاص انا اطلع البضاعه من المستودع بموجب اشعار اللي هو إشعار تسليم وقع عليه العميل، بعد دانه بعمل إيش؟ من حساب العملاء إلى حساب المبيعات، من حساب العملاء إلى حساب المبيعات. واضحة؟ فدي بالنسبة لهم. بعدين إن شاء الله هنتكلم عن القيود الأخرى، لكن هنا أنا عايز الجماعة اللي هم الجماعة اللي عايز يعرف القيود دائماً اللي هم عموما عندك يعني
لما تزيد الأصول قلنا الأصول والإكسبنسز الأصول والإكسبنسز واللوسز والديفيدنس الديفيدنس اللي هي التوزيعات الأرباح هذه لما تزيد بنعملها ديبت ولما تنقص بنعملها كريدت دي اللي هي ملخصة بإيش ديفيدنس دي إكسبنسز إي والأي الأسيتس والأل اللوسز بنسميها كلمة ديل في بياناتنا ديل عشان بس تذكرهم في بياناتنا ديل اللي هو اتفاق بالنسبة للليابيليتيز والباقيات اللي هم لما يزيدوا كريدت الجينز لما تزيد بكريدت الانكم لما يزيد بكريدت الريفينيوز لما تزيد بتزيد بكريدت الليابيليتيز لما تزيد بتزيد بكريدت الستوك هولدرز لما يزيدوا بيزيدوا بكريدت ودي حلوه جدا الجينز الجي والانكم الاي والريفينيوز الار والليابيليتيز الال والستوك هولدرز الستوك هولدرز الاس الخصم في كلمه ايش اخذ الحروف الاولى دي الخصم في كلمه ايش جيلز ما يزعل منه النجوى ومنال والأخوات هذول البنات لما يزيدوا كريديت حقيقة ها حقيقة البنات لما يزيدوا كريديت الجيرز اللي هم الجينز الانكم الليابيليتي الريفينيوز الليابيليتيز والستوك هولدرز فالاكسبنسز اكاونتس ار ديبيتد اند هاف ا ديبت بالانس الريفينيوز اكاونتس ار كريديتد اند هاف كريديت بالانسز اهو بدنا نقرا انجليزي الاكسبنسز اكاونت ار ديبيتد اند ديبت بالانس Our revenues accounts are credited and credit balance. Assets accounts normally about that. الوصول الثابتة. الوصول sorry عموما. قلنا بتزيد بديبت. معناها دائما الوصول بتزيد. فطبيعة الحساب دي لازم تكون إيش ديبت. صح بازر؟ صحيح. كل حسابات الوصول. لما تلقى حساب الكاش بالكريدت رصيدك بالكريدت هل هذا معقول؟ شيء غير طبيعي معناها انت بدل ما تستفيد منه في المستقبل هو اللي بيستفيد منه صحيح حساب المورد لما تلقاه ديبت معناها ايش؟ معناها مبلغ انت مستحق له ولا مبلغ عايزه منه؟ مستحق له فالمستحق له كريدت فلما لقاه ده بده شيء طبيعي ولا غير طبيعي غير طبيعي معناها to increase an asset account to increase an asset account debit the account to decrease an asset account credit the account وto increase a liability account usually عندهم credit balance لما تزيدوا اعملوا credit ولما تنقص اعملوا ديبت نجي ندخل فيهم شوية يلا بازر نجي على الكاش الكاش ما هو الكاش ماذا يمثل حساب الكاش فهمك ليه ما أقول حساب الكاش أصل المداول الأصول هو أصول عندك أنت والحساب ده هو عبارة عن المبلغ الموجود نقدا عندك والموجود في البنك صحيح ده الكاش نحن ننطق على ده الكاش معناها checking account حساب اللي بتسحب منه بالشيكات او الكاش اللي موجود عندك الاكونت ريسيفبل تفهم منها ايش ها
الاكونت العملاء اللي هو المبالغ المستحقه على العملاء على العملاء. والريسيفابل دي ممكن تكون نحن الغالب الجماعه بيطلقوا عليها ريسيفابل تجاريه وريسيفابل اخرى. الريسيفابل التجاريه هي عباره عن المبالغ المستحقه على العملاء اللي انت قدمت لهم بضاعه او بعت لهم بضاعه. في ريسيفابل اخرى بازر ولا لا؟ يعني تكون انت عايز لك من طرف ثاني عايز لك مبالغ في ولا لا؟ موجود. زي شنو؟ بتنتج عن عمليات غير النشاط الرئيسي للمنشأة. يعني انا ما قدمت له بضاعه او خدمه اللي هو النشاط. السلام عليك. زي الموظفين صح ولا لا؟ الموظفين. زي الموظفين لما تديه سلفيه. اها صحيح. لما تديه سلفيه لاحظ ان انت قلت ايش؟ ما من النشاط الرئيسي. الباقيه دي لانه نحن اهملناها لانها ما هي النشاط الرئيسي. وانما ان المشاركه اذا ادت الموظفين سلفيات هل هذا نشاط رئيسي؟ نشاط غير رئيسي. لكن هذا النشاط ما بيبنوا بناء على مبدا الاكروال، بنسجله بناء على الكاش بيزز. فالاكونت ريسيفبل من الموظفين. عندك بعديها ايش؟ ممكن ثاني مبالغ لون سديت اديت واحد لون ثاني انت اديت واحد لون وبالنسبه لك ايضا يعتبر ريسيفبل. طيب مرشندايز انفنتوري تفهم منه ايش؟ مرشندايز انفنتوري اللي هو مستورد اللي هو مخزون البضاعه. اسيتس اللي هو عباره عن مخزون. يعني لما اقول لك ده حساب مخزون يعني معناها بيديك بيانات عن شنو؟ عن البضاعه. عن البضاعه بالسطل. اللي عندك قيمتها كم؟ صح ولا لا؟ صحيح. ده المرشندايز انفنتوري ده المخزون اللي انا ببيعه. السبلايز اللي هو السبلايز دي زي مثلا الورق زي الاستيشنري اللي انت حافظه ده ايضا مخزون. البريفيد انشورنس تفهم منها شنو؟ مدفوعات المقدمه. مدفوعات مقدمه. دول كلهم اصول ايش؟ الكاش ريسيفبل مرشندايز انفنتوري سبلايز بريفيد انشورنس. اصول متداوله ولا غير متداوله؟ اصول متداوله جميعا. بتزيد بايش؟ بديبت ولا بكريدت؟ بتزيد بالديبت. هي اصلها ديبت وبتزيد بالديبت. نجي على اللاند. تفهم منها شنو لما اقول حساب اللاند؟ لما تقراه كده في الميزانيه الاراضي تفهم منها ماذا؟ الاراضي 5 مليون تفهم منها شنو؟ اصول ثابته. تفهم منها شنو؟ 5 مليون اصول ثابته للمؤسسه اللي هو دي قيمه الاراضي اللي موجوده عندنا. احنا عندنا اراضي ب 5 مليون صح ولا لا؟ صحيح. البيلدينجز المباني accumulated depreciation الإهلاك المجمع. ده الإهلاك المجمع. الإهلاك المجمع ده بعدين أنت طبعا سنويا أنت بتستهلك من الأصول دي مبلغ. يعني الأصول دي قيمتها بتنقص عن طريق الاستهلاك. فأنت قيدك اللي استهلكته ديا اللي استهلكته الجزء اللي استهلكته ديا بازر أصبح إيش؟ مستهلك. أصبح مصروف صح ولا لا؟ صرف عليك مصروف. أصبح مصروف صرفته. المصروفات لما أجي أسجلها بعملها إيش؟ ديبت ولا كريدت؟ ديبت. ديبت من حساب المصروف. سليم ولا لا؟ حساب المصروف صحيح. بقول عليها من حساب مصروفات الاستهلاك إلى حساب مين؟ المصروفات زمان قلنا إيش؟ مصروفات زمان قلنا بيستحقها واحد. هل المبلغ بتاع المصروف ده في واحد مصروف استهلاك؟ لكن ده التصريح انت الاصل. الطرف الثاني بيكون الاصل نفسه. بيكون ايش؟ هل يكون التزام عليك؟ هل يكون التزام عليك؟ هو ما التزام علي. ايوه. لكن نقص لي قيمه الاصل. نقص لي قيمه الاصل. فبتسميه الطرف الثاني بتسميه حساب accumulated depreciation.
وبترمي فيه كل الاستهلاكات اللي انت سجلتها من يوم بديت في السنة الأولى. سجلت مصروف استهلاك بألف، بترميها هنا في حساب الاكيوميليت ديبريسيشن، معناها هنا أنا استهلكت ألف. السنة الثانية مصروف أيضا ألف، معناها تجمع عندك كم استهلكت؟ 2000. معناها الحساب بتاع الاكيوميليت ديبريسيشن هو حساب انت بتجمع فيه كم استهلكت من الأصل دي من يوم ما بدأ. شايف؟ صحيح. انت عملت ايش؟ داين ولا مدين؟ الاكيوميليت ديبريسيشن، الاكيوميليت ديبريسيشن عملته داين ولا مدين؟ عملته داين. عملته داين. والأصل داين ولا مدين؟ الأصل هو أصل مدين. مدين. طيب معناها أنا لما أخذت لك الأصل المدين وأطرح منه الداين بدي لك شنو؟ أنت الأصل الحقيقية، أنت الأصل اللي لسه ما استهلكتها. صحيح مظبوط. عشان كده ده الحساب ده بيسموه حساب مقابل، الأكيوميليت ديبريسيشن ده حساب مقابل لحساب الأصول الثابتة، بيطرح من الأصول الثابتة عشان يوضح لي قيمة الأصل اللي لسه ما استهلكته. واضحة؟ سؤال بس يا دكتور، مربوط ليس حساب التزامات. أبو زار قلت لي هل هو حساب التزامات؟ لا. هل هو حساب التزامات؟ ما التزام علي، ما التزام عليه، مجرد حساب أنا بستخدمه عشان أجمع فيه الاستهلاكات اللي عملتها من أول يوم لحد الليلة. سؤال بس يا دكتور، القيد اللي أنت ذكرته بتاع الإهلاك، أنا حقول من حساب الإهلاك لحساب مجمع الإهلاك ولا من حساب الأصل لحساب مجمع الإهلاك؟ لا، من حساب الاستهلاك، حساب مصروف الاستهلاك إلى حساب مجمع الاستهلاك. ده أيضا من القيود الثابتة، ده قيد ثابت أصله اتجاه واحد، ما في أي جهة من حساب المصروف إلى حساب المجمع، من حساب المصروف إلى حساب المجمع. عند نهاية العمر الإنتاجي للأصل القيد بيكون شنو؟ لحد كيف؟ عند خلاص يعني أنا استنفدت القيمة بتاعت الأصل كامل، بعد كده خلاص بتخليهم كده، يعني الاستهلاك بتجمعه بس فقط بتستهلكه لحد قيمته. وفي بعض الناس بيستهلكوه لحد ما يخلوا الصافي واحد ريال. يعني الأصل بيكون موجود في دفاترك أصلك ما بتنقصه، تفتح حساب تاني ما بستهلكه. ها؟ ولكن ما بستهلكه، لما بتنقصه هو أصلا. هم عشان كده سموها فيكس أسيد، سموها فيكس معناها ثابت. ليش ثابت؟ ثابت جاي من أنه القيمة اللي أنت سجلتها اشتريت بها الأصل ده بتظل ثابتة معاك من يوم ما اشتريته إلى أن تبيعه، قيمة الأصل نفسه. طيب كيف أنا أخليه أشوف الجزء المستهلك والجزء ما مستهلك؟ عن طريق فتح الحساب ده اللي هو الأكيوميليتد ديبريسيشن. طيب نواصل يا بدر. إكويبمنت دي المعدات، وصول ثابتة المعدات اللي عندنا، وأيضا عندها accumulated depreciation. كل الأصول الأخرى عندها accumulated depreciation ما عدا الأراضي. صحيح. هل الأراضي تستهلك؟ لا ما عندها. طيب في الأصول الغير ملموسة عندها إخفاء تقريبا، عندها إهلاك أو لكن إطفال. في وحدات بعدين، في كلامك سليم، في وحدات بعدين حنجي نقول لك دي ما بتستهلك، ما بيحصل لها إهلاك، وحنقول لك الأصول الغير ملموسة 200 نستهلكها و 200 ما نستهلكها. الحين بس فقط المسميات، الحين المسميات النوتس بيبل دي أوراق الدفع. أوراق الدفع دي لما واحد يوقع على نفسه كمبيالة
يعني يقول لك انا التزمت ان اسدد لك مبلغ كده في التاريخ الواحد، معناها النص بيقول انا سوري النص بيقول انا اللي انا اللي النص بيقول انا اللي بكتبه لواحد ثاني، انا الكمبيال اللي انا بكتبه على نفسي دي بالنسبه لي بيقول التزام علي انا accounts payable تكلمنا عنها، accounts payable دي الدائنية عليك لحساب الموردين البضاعة. يلا يا بازر wages payable اللي هي الرواتب، الرواتب المستحقة. تعني ليش إنه الحساب ده لما ألقاه كده wages payable بعشرة مليون، الرواتب ما مدفوعة لم يتم دفعها، الرواتب ما دفعت. طيب interest payable انترست او انت انترست اللي هو العموله، العموله عموله ما مدفوعه، دي عموله ما مدفوعه انترست بيبل. ان ايرن ريفينيو اللي هو الايرادات غير المستحقه، ودي بتجي متين، لاحظ دي مهمه جدا، ايرادات غير مستحقه. انت قبل يا بازر قلت لي لما انت تدفع مقدم، قلت لي انا ما بسجل المصروفات لانه انا لسه ما استفدت من الخدمه، معناها صاحب الايجار لسه ما استحق له ايجاره. كلام سليم ولا لا؟ صحيح. طيب لما عميل يدفع لك مقدم، عميل يدفع لك مقدم، هل بالسجله ايرادات؟ لا لا بتسجل ايرادات فين؟ بسجل ايرادات بعد ما اديه اقدم له الخدمه او السلعه. بالضبط كده، معناها المبلغ اللي دفعه لك دي انا حسجله في الالتزامات، وانت بعظمة لسانك قلت لي الاتي انا بسجل ايراد لما اقدم له الخدمه او اسلمه البضاعه، معناها أنا حسجله التزام علي. ليش أسجله التزام علي؟ لأنه التزام علي أنا في المستقبل مقابل هذا المبلغ إما أسلم بضاعة أو أسلم بالضبط. صحيح. يقابل مين؟ يقابل البريبيد هناك، يقابل حساب المصروفات المدفوعة مقدم. هنا إيش؟ هنا بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا العميل لما يسدد لي بقول من حساب الكاش إلى حساب الإيرادات غير المحققة أو الإيرادات غير المستحقة، accrued revenue. بعض الأحيان يطلق عليها accrued revenue، والaccrued revenue sorry الإيرادات الغير المستحقة هذا التزام. مورتج لون اللي هو اللونز اللي هو اللون العقارية، لونز العقارية، الحسابات الأونرز إيكويتي، الأونرز إيكويتي عندهم مين؟ عندهم الكابيتال، عندهم حساب رأس المال. صحيح. عندهم حساب المسحوبات، عندهم أصحاب عندهم حسابات الأرباح المجمعة. الأرباح المجمعة. عندهم دي حاجاتهم كلها، دي الكريدت، المسحوبات اللي بيسحبها الاونر، سحبها هنا ما استحقها، معناها رصيد ايش؟ ديبت. لو لاحظت دول كلهم ايش؟ كريدت. ودي ايش؟ ديبت. يلا جينا على الريفينيو، عايز واحد غير بازر، تعبت بازر وما ادينا فرصه ثانيه للناس الاخرين. يلا الاخرين، نتكلم نجي نيش على واحد ثاني. ما تطلع ابو احمد، ابو احمد
والسلام يا حبيبي. قلنا يا ابو احمد الريفينيو هل ديبت ولا كريديت؟ كريديت. كريديت. والقيد الثابت عندنا الريفينيو دي بنسجلها 200 بعد اداء الخدمه او تسليم البضاعه. والقيد الثابت قلنا ايش؟ بنقول من حساب العميل الى حساب الايرادات. نعم. يعني دي ثابته، ده قيد ثابت ثبته عندك. نعم. طيب الاكسبنسز، لا نشوف اللي هو الريفينيوز والاكسبنسز الاخرى. الاكسبنسز ما الاكسبنسز كلها ايش؟ كلها ديبت. كلها ديبت. واتفقنا انه الدائن دائما بيكون اكروال. يا لان احنا بنسجل المصروفات 200، بنسجل المصروفات عندما انا استلم الخدمه. ايوه صح ولا لا؟ استلم الخدمه اعمل المصروف ايش؟ مغمض اعمل المصروف من حساب المصروف. نعم. واعمل داين الاكروال. نعم. فهنا دي سالاريز اكسبنسز، دي عباره عن ايش؟ مصروفات المرتبات. مرتبات. يس. سالاريز اكسبنسز مصروفات المرتبات. نعم. الويجز اكسبنسز الاجور. الاجور. طيب الفرق بين الاجور والمرتبات هنا؟ الاجور دائما بتكون حسب الساعات او ايام العمل كذا. اما المرتبات حسب الساعات، دي الاجور الويجز. اي. والسالاريز سالاري ثابته، يعني الزول يعني كل نهاية شهر يستلم سالاريز. يعني السالاريز مربوطة حاجة مرتبة. مرتبة. مرتب. أنا مرتب لك المبلغ ده شهريا. نعم. الوصف اللي بالعربي أو الكلمة العربية يعني تديك وصف مضبوط. أنا مرتب لأبو أحمد. أبو أحمد صح؟ نعم. أنا مرتب لأبو أحمد مبلغ كده شهريا. نعم. لكن لما اجي اشتغل مثلا اطلب من ابو احمد مبلغ معين، سوري، او خدمه معينه، اقول له اشوف اذا خلصت لي الشغل ده انا بديك المبلغ ده. دي ما بسميها سالاريز، بسميها ايش؟ ويجز. سبلايز اكسبنسز اللي هم دي بتاعت القرطاسيه وال الرنت. ها الإيجارات. نعم. إيجارات. نعم. إيجارات. نعم. اليوتيليتيز الخدمات. خدمات. زي دي بالغالب بالطبيعة اللي هو الكهرباء والمية، كهرباء والمية والتليفونات. نعم. لكن هنا ده فاصلة، هنا قصد بها الكهرباء والمية، الصرف الصحي. دي الخدمات اللي بتقدمها لك البلدية. نعم. الكهرباء والمية ولا التليفون اكسبنسز. اي مصروف التليفونات. تليفونات. الادفرتايزنج الاعلانات. الديبريسيشن الاهلاكات. يا داخل معاي. نعم. الاصول دائما ابو احمد ايش؟ مدينة ولا داينة؟ مدينة. عندما تزيد. عندما تنقص؟ داينة. المصروفات عندما تزيد. المصروفات عندما تزيد تبقى مدينة. عندما تنقص تبقى داينة. في مصروف بتلاقيه ينقص، في مصروف ينقص. ما اعرف اللي عايز تعكسها. لما تيجي تعكس مصروف عايز تنقص. ده الوضع الغير طبيعي. نعم. ده الوضع الغير طبيعي. نعم. الالتزامات. التزامات داينة. داينة. لما تنقص مدينة. حقوق الملكية. الأصل فيها داينة. الأصل فيها داينة. نعم. ولما تنقص تبقى مدينة. الإيرادات الأصل فيها داينة. لما تنقص تبقى مدينة. ديبت. طيب المعاملات النقدية. المعادلة النقدية زيادة في النقد.
الزيادة في النقد مدين. والنقص في النقد دائم. نحن قلنا ايش دي اعملها، يعني عندك انت كوم لوحده، كوم لوحده معاملات نقدية عارفة، تعمل غيرك من حساب زي ما انا كنت بشتغل مع استاذ منال، بعمل من حساب النقد، من حساب النقد، من حساب النقد، من حساب النقد، والداين الجهة اللي جابت لي النقد ده او الحساب اللي جاب لي النقد. لما ادفع بقول الى حساب النقد، الى حساب النقد، الى حساب النقد. بشوف المدين، المدين ده اما يكون اصول، اما يكون مصروفات، اما يكون معارف ايش التزامات لونز، اما يكون معارف ايش دفع، يعني هنا بالضبط. هنا الكلام ده كله، الكلام ده كله عبارة عن اللي شرحناه هنا، فنحن نبقى حقراء وقراية فقط. نعم، على أساس حطيتها لك هنا عشان بس تتذكر بها الكلام ده. عمليات الشراء، تشتري شركات المنتجات الجاهزة، طبعا هو الأنشطة التشغيلية، عندك عمليات الشراء وعمليات البيع، تشتري الشركات المنتجات الجاهزة من الموردين وتعيد بيعها، المنتجات الجاهزة تخزن، لذلك قيدي أنا بكون إيش؟ من حساب المخزون إلى حساب المورد. مورد. لما أشتري خدمات، ها؟ من حساب المصروفات إلى حساب المستحق. إلى حساب المستحق. عمليات البيع. عمليات البيع. القيدين ديل لازم يكونوا مع بعض. واللي في عملية البيع لاحظ بتحصل حاجتين. أيوة. اللي هو أول شيء أنت بتستحق المبلغ 200، وقلت لي كلكم بالإجماع. نعم. لي بالإجماع لما أنا أسلم العميل أو أدي الخدمة. خدمة نعم. معناها عند صرف البضاعة من المستودع الكمبيوتر على طول بيعمل إيش؟ من حساب تكلفة المبيعات إلى المخزون. إلى المخزون، وده غير ثابت. أيوة. من حساب التكلفة إلى حساب المخزون. هنا أنا حولت قيمة المخزون من أكون يكون مستودع أصبح مصروف. صرفته ولا ما صرفته؟ صرفته. صرفته، سلمته لمين؟ سلمته للعميل. طالما صرفته معناه أصبح مصروف. نعم. المصروف ده سميته إيش؟ تكلفة المبيعات. وبعد كده أجي أسجل على العميل، بقول من حساب العميل إلى حساب المبيعات. مبيعات. كل قيود المبيعات اللي بيسلم فيها مخزون، دي الاثنين لازم يتعاملوا. ماذا يحصل أبو أحمد لو أنا سجلت من حساب العملاء إلى حساب المبيعات؟ يلا المخزن ما المخزن ما حيتأثر معك أول حاجة. المخزن ما حيتأثر معك. أيوة. والتكلفة ما حيتأثر معك. التكلفة ما حيتأثر معك. معناها ربحك سليم ولا غير سليم؟ غير سليم الربيع. غير سليم. انت أيوة. ما خصمت لي هنا المصروفات. أيوة. ده آه. ومخزونك بيكون غلط، مفروض المبيعات تظهر بالصافي مش تظهر بالقيمة كاملة، عشان كده تخفض منها التكلفة. اذا معناها لكل عملية بيع، لكل مبيعات لها تكلفة. نعم، لكل مبيعات لها تكلفة، تذكر القانون. نعم. وإلا حتظهر المبيعات بمضخمة، مبيعاتك مضخم، ربحك مضخم. نعم، ربحك مضخم. نعم. طيب بعد ذلك ايش للعمليات النقديه؟ بعد ما عملنا عمليه الشراء بنشتري ايش؟ بنشتري بضاعه، بنشتري خدمات. تجي عمليه البيع، بنبيع بضاعه بنسلمها للعميل. بعد الخطوه الثانيه تجي عمليات نقديه، بحصل من العملاء، وطالما حصلت من العملاء يا أبو أحمد من حساب الكاش ولا إلى حساب الكاش؟ من حساب النقدية إلى حساب العميل. عند الدفع للمورد، دفعنا للمورد من حساب المورد إلى حساب إيش؟ النقدية. عند الدفع للمورد البضاعة صاري، وهنا ده مورد مين؟ الخدمات. قلنا ايش سميناه ايش؟ ممكن مستحقة. نسميه مصروفات مستحقة. نعم.
مصروفات مستحقة. نعم. طيب شراء أصول ثابتة نقدا. نعم. من حساب إيش إلى حساب إيش؟ من حساب الأصول الثابتة إلى حساب النقدية. التمويل جاءنا مبلغ من القروض من حساب النقدية إلى حساب القروض. حساب القروض مضبوط ولا لا؟ مضبوط. بناء عليه يعني لو قلنا الآتي خلينا بعد كده نمشي خطوة خطوة. نعم. بناء على ما ذكرنا المعاملات خليك معايا أبو أحمد مثلا. نعم. اشترينا بضاعة بألف. اشترينا بضاعة بألف. بقول من حساب المخزون إلى حساب المورد. المورد. مضبوط ولا لا؟ من حساب المخزون. نعم. وصول إلى حساب التزام. المورد التزام. عند البيع. من حساب العملاء إلى المبيعات. عند شراء الخدمات. حساب المصروفات إلى حساب. حقه. إذا معناها أنا أشوف الحسابات اللي حسابات اللي ظهرت عندي. نعم. ظهر عندي حساب إيش؟ مخزون. حساب موردين. موردين. حساب عملاء. عملاء. حساب مبيعات. مبيعات. مصروفات. مصروفات مستحقة. مستحقة. المخزون أصول بقت عندي أنا. بعد كده أنا بجي بشوف ديل في شكلي أصول والتزامات وإيرادات. ومصروفات. نعم. المخزون أصول. نعم. الموردين التزام. التزام. العملاء أصول. المبيعات إيرادات. نعم. المصروفات مصروفات. مصروفات. مصروفات المستحقة التزامات. نعم. أجي بعد كده إيش أصنفهم؟ أصنفهم للإنكم ستيتمنت والبالانس شيت. الانكم ستيتمنت فيه فيه الايرادات والمصروفات. والمصروفات. اذا بتختار يا توم الايرادات والمصروفات. المبيعات. مبيعات بكم؟ المصروفات 1500. طور بس مع المبيعات لازم زي ما قلت قبل يجي الكوست اوف المبيعات. تكلفة المبيعات. التكلفة كم؟ ايوه تكلفه المبيعات. الاكسبنسز بتاعتك كم يا ابو احمد؟ 500. لا الاكسبنسز 300. 300 يعني صافي ربحك كده لو جينا حسبناه كده بس بالطريقه كده 200. يبقى عداك نعمل هنا نجي عداك ايش عندنا مخزوننا. مخزون اصبح زيرو يا ابو احمد ليه؟ ما لأنه بضاعة خشت واتبعت. بالضبط. العملة 1500. اسمع إيش ده ظهر لي هنا ليش؟ الموردين ألف. نعم. المصروفات المستحقة 300. 300. مبيعات 1500. تكلفة مبيعات 1000. مصروفات 300. إذا معناه أنا عايز أعمل دلوقتي قائمة الدخل. نعم. أخذ الإيرادات بكم؟ 1500. تكلفة مبيعات ألف. مجمل الربح 500. إذا مجمل الربح هو إيش أبو أحمد؟ فهمت منه إيش مجمل الربح؟ هو الإيرادات تنقص منها تكلفة المبيعات. ده قبل شنو؟ ده النشاط الرئيسي بتاع المنشأة. قبل ما تصرف، قبل ما تحصل المصروفات الأخرى. أيوة. يعني البضاعة دي بعتها بكم؟ بألف وخمسمية. كلفتك كم؟ اشتريتها بكم؟ هل يعقل أن واحد التكلفة تكون أعلى من الإيرادات؟ التكلفة مرات تكون أعلى من الإيرادات مرات. ليش؟ مستحيلة. آه؟ يعني تكون من هنا انت خسران. آه، تكاليفك اعلى ما قد تكون اشتريتها.
التكاليف تكون اشتريت بدنا شغال باساس الاستحقاق. طيب اشتريت البضاعه سجل بناء على مبدا الاستحقاق، لكن لا لما تشتريه وبدك الجزء ما بيعته بتكون في المستودع. لا مثلا ما بتحصل ظروف تضطر انك تبيع بشنو باقل من السعر بتاع. ايوه لما يخسر، لما يخسر لما يكون المخزون تلف. كلامك أيوة. سليم تحصل في ظروف يعني، لكن الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي طبعا اكيد ما في ظل يعني الايرادات تكون اعلى من التكلفه المبيعات. الشيء الطبيعي الجروس بروفيت لازم يكون ايجابي. ايوه بعد بعمل مصروفات. نعم ده ريبورت بيعمله لك المبرمج. من وين؟ من البيانات دي، واقع العمليات دي، العمليات دي اللي أرصد، الأرصدة اللي اتحركت دي، ده ريبورت. نعم. بيعمله لك فهل دي قائمة الدخل دي، هل قائمة الدخل دي أحد الحسابات اللي موجودة عندك في الدفاتر؟ نعم من الخمسة القوائم. لا لا الرئيسية. قائمة الدخل، الحساب ده قائمة الدخل ده أنا نعم. بقول عليه حساب موجود في الدفاتر. لا لا ما في حساب موجود في الدفاتر باسم. ما موجود في الدفاتر ومجرد ريبورت. أيوة أيوة. إذن العملية بتاعتنا هنا بدت كيش، بدت اشترينا بقى مخزون، بعنا لعميل، حصلنا المبالغ، بعد كده بنسدد للموردين، يحصل عندي قائمة دخل وتتأثر معاي مين؟ البالانس شيت. البالانس شيت دي قلنا المعاملات بنسجلها وين؟ بنسجلها في خصول، خصوم، خصوم او التزامات، او خصوم او التزامات، حقوق ملكية، ريفينيوز، اكسبنسز، جينز، لوسز. طبعا التفصيلات دي بعدين حنجي نتكلم عنها. تمام. عندك الاكاونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه. الاسيتس لازم تساوي اللايبيليتي زائدا حقوق الملكيه. لازم يعني في هم سموها بالانس شيت. سموها بالانس شيت. بالانس معناها متوازنه، متوازن. بالانس شيت لازم تكون متوازنه. نعم. لانه لكل مدين دائن، لكل ديبت كريدت. نعم. ومعاملاتنا دي عارفينها اللي هي ايش؟ البالانس شيت من الاول. تتذكر من الاول كنا بنودي كل المعاملات وفي النهايه بيجيني النت بروفيت، النت بروفيت ذاته بحوله للبالانس شيت. بالانس شيت نعم. معناها كل المعاملات اللي بتحصل في السنه كلها. ايوه. 365 يوم. نعم. في السنه. وثمانية ساعات في اليوم. نعم. كلها المعاملات دي بتتلخص وين؟ تتلخص في النهاية في البالانس شيت. البالانس شيت. تجي مبيعات بعمل ريبورت بتاع بروفيت اند لوس، والربح نعم. بشيله وبحطه في الأرباح المجمعة. نعم. معناها كلها معناها هنا ايش؟ طالما انه كل المعاملات لكل مدين دائن. نعم. معناها في النهاية كلها لازم تصنف هنا. ايوه لازم ايه؟ اصل او التزام او حقوق ملكيه. assets liabilities and owners equity. نعم. الجانب الاصول وجانب liabilities والowners equity. انا عايزك دلوقتي خلي بالك معاي، لانه هنا حنقرا البالانس شيت بطريقه مختلفه. طالما أن عرفنا المبالغ اللي تجي من وين وبالصب وين. تمام. بالصب في الكرنت أسيتس والنان كرنت أسيتس والكرنت لايبيليتي والنان كرنت لايبيليتي وأونرز إيكويتي. إيكويتي. شفت الخمسة كلمات دي؟ أنا حشبعك منهم. تمام. لأنه ما حب يعني كل مرة أجي أتصل لك الكرنت أسيتس أقول لك الكاش والريسيف أقول له ما عارف إيش. أمشي لك بالتفصيل. لا أنا عايز التصنيفات الرئيسية. تمام. لأنه أي بالانس شيت أو أي قائمة مالية لما تجي تقراها ما تقراها بالتفاصيل، أول شيء أقرأ بالإجماليات. نعم. عشان بتدي لك صورة واضحة.
يعني مثلا نقول هنا اجمالي الكرنت اسيتس 10,000 والنان كانت اسيتس اللي هي الاصول الثابته 5,000 بقى 15,000 الكرنت لايبيليتي اجماليها 2000 والنان كانت لايبيليتي القروض والاشياء اللي زي دي قيمتها 8,000 والاونرز ايكويتي هنا في هذه الحاله لازم تساويها 15. نعم. اذا نجي اشوف البالانس شيت دي والله الشركه دي عندها اصول متداوله 10,000 وعندها التزامات متداوله 2000 عندها 2000 عندها اصول غير متداوله 5,000 اجمالي اصولها 15 15 دي اللي احنا ننظر لها دي اصولك اللي انت شغال بها دي التشغيليه ودي الاستثماريه انظر للجانب الثاني دي مهمه جدا انظر للجانب الثاني ده اجمالا انظر له جانب تمويلي انظر له جانب تمويلي بمعنى انه ايش جانب تمويلي بيجي من وين بيجي من خصوم او التزامات وبيجي من حقوق الملكيه الاونرز ايكويتي وانا اميز بينهم بناتهم الاتي الالتزامات دي مبالغ لا بد من انه ارجعها لسياده التزامات ففي التزامات متداوله معناها مستحقه علي في اقل من سنه والتزامات غير متداوله دي مستحقة عليه بعد أكثر من سنة. لكن إجمالا هم إيش؟ إجمالا هم التزامات. التزامات. يعني معناها 10,000 دي لازم تدفعها. نعم. أما 5,000 هنا فيها رأس المال لو قلنا رأس المال 2000 والأرباح المجمعة 3,000 رأس المال معروف أن رأس المال بمجرد ما يدخل الشركة ثاني لا يعاد للمالك نعم لا يمكن أن تعيده له يعني حسب القانون خلاص رأس المال دائما أنا بقول عليه إيش اللي هو الكابيتال اللي هو تاع الأسهم المساهمات رأس المال بقول عليه إيش رأس المال ده هو أول رقم يدخل الميزانية وآخر رقم بيطلع منها لأنه رأس المال لما أنت تجي تبدأ بيزنس أول حاجة تدفع شنو أبو أحمد رأس المال مقابل شراء الأصول مثلا مقابل شراء الأصول وبعد في النهاية لما تصف الشركة بيصف دول كلهم يعني أصولك بتدفع الموردين وإذا كان في أرباح مجمعة بترجع لأصحابها وبعد كده هترجع لهم رأس مالهم إذا يعني زي المؤذن في المسجد يا دكتور عمر أول واحد يدخل وآخر واحد يقفل يطلع عبد الباقي الباقي والله كان استخدم كلمتك دي حلوة دي فهين رأس المال أول آخر حاجة بتطلع أول شيء أول واحد بيدخل وآخر حاجة بيطلع أنا بنظر للميزانية هنا بشكل إيش شكل أصول والتزامات أو تمويل وليه ليش بتساوي ليش لأنه الأصول بتاعتك دي أنت لو عندك أي أصول لازم تمولها إما تمولها من حقوقك أنت صح؟ اشتريت لك مباني اشتريت لك أراضي اشتريت لك مخزون أنت كفرد إما تمولها من حقك أنت حقوق الشركة أو تمولها ليه من القروض صح ولا لا؟ أبو أحمد نعم هل هناك خيار ثاني؟ لا ما في خيار ممتلكاتك انت الشخصيه
لو جينا عندنا قلنا ممتلكاتك الشخصية 15,000، حصرناها كده لقيناها 15,000. أيوة. ولقينا قروشك أنت دفعتها 5,000. الباقي دين. 10,000 جبتها من وين؟ دين دين دين. دين. في طريقة ثانية؟ ما في طريقة ثانية. إلا طريقة السرقة. ما برضو دين عليك برضو دين. دين عليك في الآخر. معناه هنا لازم الأسيتس، لازم الأسيتس تساوي الليبيليتي زائدا الأونرز إيكويتي. المعادلة دي أصلا ما في واحد قال غلط من عام 1840 لما عمل المحاسب أول شيء. فعندنا هنا الميجر فاينانشال ستيتمنتس اللي نحن حنعملهم اللي هم البالانس شيت والانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف كاش فلو والستيتمنت اوف تشينجز ان شير هولدرز ايكويتي. نعم البالانس شيت. شكرا يا ابو احمد. البالانس شيت بتوضح لي اللي هو تكلمنا البالانس شيت والانكم ستيتمنت دول تكلمنا عنهم الليله او جنرال. طبعا حالات ما تستعجلوا هندخل فيهم في المحاضره الثالثه، هندخل فيهم بالتفصيل غير التفصيل اللي هسه قلته ده. يعني الانكم ستيتمنت دي هدخل لك في الريفينيوز والاكسبنسز والنت انكم نحلله بالوحده. انا يكفيني عن والبالانس شيت هنحلل اسيتس وليابيليتيز واونرز ايكويتي. بالاضافه لذلك هنعمل قائمه ستيتمنت اوف كاش فلو. هنعمل طريقه ما انك انت تحسب لي الكاش اللي جاي من العمليات التشغيليه والكاش اللي جاي من العمليات الاستثماريه والكاش اللي جاي من العمليات التمويليه، وهتوضح لي الكاش بتاعك انت زاد ازاي. فانت هنا هتكسب ايه؟ التجهيز قائمة التدفقات النقدية قليل من الرجال والكنداكات اللي بيقدروا يجهزوها. والله الا كنداكة قوية حتى تعمل لي قائمة التدفقات النقدية. وايضا بتعمل لنا قائمة تغيرات في حقوق الملكية، بحيث أن هذه الأربع قوائم مالية تبرز لقارئ البيزنس أو قارئ النتائج. أول شيء بتوضح له أي واحد عايز يعرف معلومات عن البيزنس، يوضح له هنا أول شيء دخله كم وماذا يمتلك من أصول والتزامات عليه. هل هو يعني أصوله التزاماته كثيرة، التزاماته قليلة مقارنة برأس المال اللي جابه؟ فدي بتوضح لك يعني فعلا الموقف حق البيزنس، بتوضح لك الأصول اللي عنده والالتزامات. الستيتمنت اوف كاش فلو بتوضح له وين من وين جاء الان فلو اللي هو الدخل والاوت فلو الخارج، ومشى وين الكاش ده، مشى وين. القائمة الرابعة دي موجهة خصوصا لشرح السكشن الخاص بحقوق الملكية، بتوضح لهم التشينجز اللي هو التغيرات اللي حصلت في حقوق الملكية. حقوق الملكية دائما بيحصل فيها تغيرات لما مثلا يزيدوا رأس المال، لما مثلا يكون عندهم أرباح مجمعة، لما يعملوا ريزيرفات احتياطيات. حقوق الملكية في الغالب رأس المال إلا يصدروا رأس مال جديد. فأنت بتوضح رأس المال من أول السنة لحد نهاية السنة ماذا حصل فيه. الأرباح المجمعة بتقول لي الأرباح اللي كانت مجمعة من العام الماضي كانت 10,000، جات عليها أرباح السنة دي جمعناها معاها 2000، بقت الأرباح المجمعة 12,000.
الريزيرفات بتقول لي كده البيان ده لانه تصدره لاهم فئه او اهم مجموعه بتستخدم القوائم الماليه اللي هم المالكين نفسهم، هم اصحاب الحلال. بتوضح لهم بتقول لهم يا اخوانا حقوقكم دي تغيرت بهذا الشكل، زادت او نقصت حقوقكم، المبالغ المستحقه لكم على الشركه. فدي الاربع قوائم ان شاء الله هتكلم عنهم كثير، ويعني هنتعرض لهم بالتفصيل. انا هاترك دي عشان ايش؟ عشان نبدا بها ونعمل بها ريفريشمنت، وان شاء الله ثاني متى اللقاء استاذ الطاهر؟ معلش طيبين كم دقيقه. شكرا لكم، لا الكلام كان جميل والشرح يعني ماشي بشكل متسلسل وسلس جدا، وعشان كده كان لازم تصل إلى هذه النقطة عشان تنهي محاضرة الليلة إن شاء الله، وتواصل في محاضرة يوم السبت بإذن الله في نفس الوقت الساعة 8 مساء. وتعدينا الوقت تقريبا ب 45 دقيقة، لكن ممكن نديكم ربع ساعة فقط إذا أمكن، إذا الدكتور زمنه بيسمح للإجابة على بعض الأسئلة. بتفضلوا. أنا أتوقع أنه حيسأل أسئلة جاية في المستقبل. السلام عليكم يا دكتور مرة ثانية. عبد الله. السؤال بس ما مرة جاية مرة قديم على الجودويل. كيف بتتم الغيد بتاع الجودويل أو المعاملة بتاعة الجودويل؟ الجودويل دي بتعملها لما بالذات الجودويل اللي هو بيقول عليها خلو الرجل ولا ايش ما عارف. ايوه خلو. انا عندي معامله بس بتتم لما بالتحديد لما انت تشتري بيزنس بالكامل، تشتري لك شركه بالكامل. كثير من الناس ما فاهمينها هي ايه. هي عباره عن المبلغ الفائض اللي انت دفعته أكثر من قيمة الشركة. في بعض الناس مثلا لما يجي يشتري شركة هو نظرته لها أنه والله حزيد له حيشغل الشركة دي ويجيب منها أكثر من قيمة الأصول دي، فبيدفع عليها مبلغ زيادة. عشان كده المبلغ الزيادة ده هو بسموه الجودويل. وطبعا الجودويل حنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. الجنرالي كده بعدين بتعمل لما انت تشتري بيزنس بنوضح لك القيد بتاعها ان شاء الله. شكرا يا دكتور. ان شاء الله، الله يحفظك عمر. لو نسينا امس انك تخلي صفحه فاضيه او سلايد فاضيه تكتب فيها رقم التليفون بتاعي، عشان في بعض الاخوان بيسالوا يبدو انهم ما مشتركين معنا في الجروبات. نعم حاضر. دقيقة تفضلوا. في سؤال ثاني؟ صفرين صفرين 973 392 ثلاثة ثاني؟ أيوة ثلاثة ثاني مرة 99 111 210 الطاهر. ده طبعا ده اللي هو ده الدولة مفتاح البحرين، وده الرقم. في سؤال يا جماعة تاني والله نقفل المحاضرة على كده؟ طيب.